بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. زي ما قلت لحضراتكم أو زي ما كلمنا مع حضراتكم امبارح في أمور كثيرة جدا تخص النادي الأهلي، أهم حاجة عجباني خلال هذه الفترة، وهتعرفوا أنا ليه كنت بقول هذا الكلام اللي أنا بقوله خلال هذا الأسبوع، الأسبوع ده والأسبوع اللي قبله تحديداً، حضراتكم هتعرفوا إحنا ليه لما بنتكلم إحنا بنتكلم بهذا الشكل وبهذا وبهذه الكلمات وبهذه الطريقة، لأن كله في وقته، كله في وقته. وليه دايماً لما بنيجي نتكلم بنتكلم بثقة؟ وليه دايماً لما بنيجي نتكلم بنتكلم؟ لأنه في النهاية أنت بتخدم النادي الأهلي، ما بتخدمش حد آخر. أي حد في قناة النادي الأهلي بيخدم النادي الأهلي وجمهوره فقط. فهناك بعض الأمور اللي ممكن أتكلم مع حضراتكم فيها ناحية اليمين وهي مش ناحية اليمين، ده أنا بتكلم عن، وطبعا مش ده مش عشان خاطر جمهور النادي الأهلي، ولكن ده علشان التكتيك اللي أنا قلت لحضراتكم عليها امبارح في اللي النادي الأهلي بيعملها. يعني النادي الأهلي بعض الجمهور بيسألني، هو النادي الأهلي هيجيب فلان الفلاني؟ أقول لهم ممكن يجيبه ممكن ما يجيبوش، ممكن جدا يكون النادي الأهلي رامي اسم فلان الفلاني ده علشان هو بيخلص في حد تاني خالص غير ده، والناس كلها بتروح على ده وتبوظ له في ده وبتسيب التاني خالص، فهو عبل ما يخلص ويعمل وكل حاجة تخلص هنا يبتدي يبان بقى. فأنا أكتر حاجة بتسعدني إن أنا ألاقي خلال الوقت اللي أنا بتكلم فيه مع حضراتكم، إحنا بقالنا أسبوع بنتكلم عن أو بعد نهاية عقد ريكاردو سواريش مع النادي الأهلي، بقالنا أسبوع أو أكتر شوية الناس كلها بتتكلم كل يوم في اسم مدير فني للنادي الأهلي، وكل يوم اسم المدير الفني ده بيتغير، ولكن إعلان اسم المدير الفني اقترب. وأنا قلت لحضراتكم الكلام ده امبارح، إعلان اسم المدير الفني اقترب. إمتى؟ هنقول لحضراتكم من خلال قناة الأهلي ومن خلال مركز الإعلامي للنادي الأهلي، هي دي القنوات الرسمية اللي بتخص النادي الأهلي بالمناسبة. ولما تاخد معلومة حضرتك يعني كمشاهد أو كجمهور أهلاوي هتاخد معلومتك الرسمية من خلال يا قناة الأهلي يا المركز الإعلامي الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، غير كده صدقني كل ما يقال هو أكل عيش واجتهادات محمودة. دي مش مصادرة على حقه، على حق صحفيين أو إعلاميين، أنا بقول اجتهاد محمود بالمناسبة، عشان كده الناس من حقها أنها تجتهد وعادي جدا أنها تجتهد كويس، ولكن بالعقل طبعا. عشان كده دايما النادي الأهلي بيعمل حاجة اسمها التكتيك في الصفقات. هتقول لي يا عم أنت هتقعد بقى تقول لنا تكتك في الصفقات وتكتك في الملعب ومش عارف إيه؟ لأ، هذه هي الحقيقة اللي حضراتكم هتعرفوها خلال الأيام اللي جاية، مش بعيد الكلام اللي أنا بتكلمه مع حضراتكم ده هتعرفوا تأثيره خلال الأيام اللي جاية. أنا متأكد أن جمهور النادي الأهلي فاهم وواعي كويس قوي 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 للكلام اللي أنا بقوله، ولكن بما أن إحنا 70-80 مليون أهلاوي، فمعظمهم بياخد كلامي او بيتفرج على قناه النادي الاهلي، فاحنا اللي بيتفرج على قناه الاهلي ممكن يبقوا 100 مثلا 100 مليون، فال 20 دول بيبقوا ايه؟ انديه اخرى او يعني ناس معينه حضراتكم عارفينهم. فالناس دي بتقعد تسمعنا علشان تشوف وتبني على اللي جاي، مستنيه تستنتج معلومه، تسمع كلمه هنا تبني عليها حاجه، تسمع كلمه في مع نهاوند وكريم الصبح تاخد عليها حاجة أو تبني عليها حاجة، تسمع مع محمد سعيد وأمير هشام، تسمع مع أحمد سمير، تسمع مع أسامة حسني، تسمع مع المهندس عدلي والأستاذ إبراهيم، تسمع مع أحمد أسامة ومحمد فارس، تسمع مع محمد السعيد أو هيثم السعيد، وتلاقي نفسك الدنيا بدأت يبني من هنا حتة ويبني من هنا حتة، وبعدين يبتدي يحارب في الجزء ده. فممكن جدا تكون هناك أمور معينة بيستخدمها أو بتستخدمها مجلس إدارة النادي الأهلي أو النادي الأهلي، بلاش مجلس إدارة النادي الأهلي، في مفاوضاته لإتمام أموره. أنا عايز إيه؟ أنا عايز اللعيب الفلاني، خلاص هو ده اللي أنا عايزه، أروح أجيبه إزاي وإمتى وفين؟ دي بطريقتي، طريقتي أنا مش إسلام، طريقة النادي الأهلي.
وبالمناسبة التكتم ده اللي حضراتكم شايفينه واللي أنا سعيد بيه جدا جدا واللي ابتدى كل الناس من جمهور النادي الأهلي اللي هو طبعا أنا متأكد أنه في ظهر فرقته وفي ظهر إدارته، لكن الأكتر أن كل الناس اللي لا تنتمي للنادي الأهلي وما بتشجعش النادي الأهلي ابتدت تقول لك إيه؟ هو احنا يا جماعه امبارح يقول لك اصل المدرب فلان الفلاني، اول امبارح اسم تاني، اول اسم تالت واسم رابع واسم خامس، لغايه النهارده الناس مش قادره تقول لك انا عندي المعلومه 100%. هل انا ما اعرفش اسم المدير الفني؟ لو كان النادي الاهلي تعاقد مع مدير فني وانا اعرفه، مش انا لوحدي، أسامة حسني يعرفه، اللي قبله أحمد سمير يعرفه، قبله محمد سعيد يعرفه، كل الناس اللي في قناة. ولكن في بعض الأمور وفي بعض المواقف أنت بتفضل، أو مش في بعض، في الغالب يعني بيتم تفضيل مصلحة النادي الأهلي على مصلحة أي حد تاني، مصلحة النادي الأهلي على مصلحة السبق في أي شيء، مصلحة النادي الأهلي أنه يبقى الناس كلها شايفة أن النادي الأهلي بيشتغل بشكل منهجي وبشكل مؤسسي، هي دي المصلحة اللي احنا بننظر ليها دايما، لأنه كلنا بنتبع منظومة النادي الأهلي. بالمناسبة يعني إسلام موجود أو مش موجود بيتبع منظومة الأهلي، فلان موجود أو مش موجود بيتبع منظومة الأهلي. فاللي أنا بس بقوله لحضراتكم أنه أنا مبسوط جدا باللي بيحصل، مبسوط جدا بالتفاعل اللي حصل امبارح. الحقيقة أنا قلت هطلع أقول رأينا من خلال البيت الكبير، عندنا مساحة نقدر نقول رأينا في هذا الأمر امبارح، اللي هو كم عدد اللاعبين المحليين، السؤال اللي أنا سألته لحضراتكم امبارح، كم عدد اللاعبين المحليين اللي يصلحوا للعب للنادي الأهلي من وجهة نظر جمهور النادي الأهلي؟ وهنا أنا ما بقولش حاجة على اللعيبة، لأن اللعيبة كلها مستواها عالي، ولكن أنا أقصد مين مستواه أعلى من اللعيبة اللي عندنا. الحقيقة جالي الرد، كنت متخيل ان نسبة 10 او 20% من جمهور الاهلي هتبقى زعلانة ومتضايقة على، لا، لقيت ان الحمد لله هناك تكاتف كبير جدا، مش مع اسلام ولا مع البيت الكبير ولا مع قناة الاهلي، مع النادي الاهلي، وان الكلام ده هو الصح او هو الاقرب للصح، لان مش كلامي انا اللي صح ولا كلام حضراتكم اللي صح، هو في النهاية عندنا لجنة كورة او لجنة تخطيط بتقدر تختار، او من حقها ان هي تختار صفقه او اثنين او ثلاثه او 100 او يعني 35، مش 100 عشان ما حدش يقول لك ده، مش 30 اسم، تقدر تعمل 30 صفقه. مش انا اللي بقرر ولا حد يقدر يقرر، اللي بيقرر احتياجات الفريق دلوقتي هي لجنه التخطيط مع المدير الفني الجديد اللي اقترب الاعلان عنه. ده اللي اقدر اقوله لحضراتكم دلوقتي، اقترب الاعلان عنه. فالحمد لله النادي الاهلي، الحمد لله ان احنا بننتمي لهذا النادي الكبير والعريق اللي بيشتغل بشكل مؤسسي واضح جدا للجميع، واضح جدا للجميع. وزي ما قلت لحضراتكم في بعض الاوقات انا ببقى مبسوط جدا لانه بشوف قد ايه الناس حاسه بقيمه النادي الاهلي خلال هذه الفتره. محدش قادر في مصر كلها من اخواتنا واصدقائنا وزملائنا الصحفيين والاعلاميين يطلع يقول لك ان ريكاردو سواريش مثلا، يعني ريكاردو سواريش هو المدير الفني القادم للنادي الاهلي، محدش قادر يعمل كده. محدش قادر يعمل كده، او اي اسم، انا بقول عشان ريكاردو عمره ما هيجي دلوقتي يعني، لكن انا بتكلم اي اسم من الاسماء، محدش قادر يطلع يقول ان فلان الفلاني ده او المدير الفني الاجنبي ده هو اللي هيمسك النادي الاهلي. ده نجاح لإدارتك، نجاح لمؤسستك، نجاح لمجلس إدارة محترم بيعرف كيف يتفاوض، وفي النهاية بيتفاوض على اسم إن شاء الله يكون هايل، وإن شاء الله يعجب حضراتكم، وإن شاء الله يلبي طموحات جمهور النادي الأهلي ويكون هو المناسب لفريق النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. لأنه مش لازم يكون مورينيو ولا انشيلوتي ولا اريجو ساكي ولا الاسماء الكبيره دي ولا مارشيلو ليبي، لكن انا يهمني اللي يحقق لي طموحاتي كنادي، اللي هو ايه طموحاتك؟ دوري وكاس وافريقيا وسوبر افريقي لو فيه وكاس عالم وكل حاجه،
هي دي المفتاح بتاع اي مدير فني مع جمهور النادي الاهلي. هي ليه جمهور النادي الاهلي بيحب جوزيه؟ ليه؟ لانه جوزيه اي بطوله بيلعبها بيكسبها. باسلام، بمحمد، بعلي، بحسين، باي اسماء بيكسب. وهذه هي فلسفه النادي الاهلي. وهذا هو النادي الاهلي. عندما يجي اسم النادي الاهلي في اي مكان يقول لك ايه؟ النادي الاهلي بينظر لشيء واحد بس، يكسب البطوله، ان شاء الله تيشيرتات حمراء تكسب البطوله. فبالتالي عفوا، بالتالي انا بشوف ان الفتره اللي فاتت دي علمتنا حاجات كتيره جدا. علمتنا قد ايه ان مسانده الجمهور مهمه جدا جدا. امبارح الواحد طالع من الحلقه مبسوط سعيد. هتقول لي ليه؟ هقول لك لانه طول النهار بقى، النهارده ده بيعود عليا الحقيقه، لانه طول النهار النهارده الواحد بيتكلم مع مراته واولاده وشغله وبتاع، الناس كلها مبسوطه، حاسين ان انا مبسوط. مبسوط ليه؟ لان مبسوط بمسانده جمهور النادي الاهلي، مش لاسلام، مسانده جمهور النادي الاهلي للنادي الاهلي في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الحرب الرياضيه. في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الحرب الرياضيه اللي بالمناسبه هي ليه الناس زعلانه ان بيتعمل كومبينه على النادي الاهلي مثلا، يعني لو في بيحصل كده ليه الناس زعلانه؟ ما تزعلوش والله، ما تزعلوا دايما دايما، ما تقلقوش. عندنا الناس بتقدر تشتغل بشكل صحي وبشكل جيد. يعني ايه؟ يعني ممكن تكون معموله كومبينه على اللعيب الفلاني ان مش هيروح النادي الاهلي خلاص، لكن انا مش عايز اللعيب ده، والله ما عايزه، والله ما عايزه. هتعرفوا الكلام اللي انا بقوله ده بعدين، مش دلوقتي، خلال يومين ثلاثه هتعرفوا اللي انا بقوله لحضراتكم ده. لكن هل هناك امور اخرى بتحصل حوالين النادي الاهلي رياضيه يعني في هذه الصفقات؟ بيحصل. عشان كده النادي الاهلي بيخبي، النادي الاهلي بيفضل بيشتغل بتكتيك معين. فالحقيقه مبسوط وسعيد جدا، مش انا لوحدي الحقيقه، انا حتى النهارده كل فريق الاعداد، اصدقائي في فريق الاعداد بيتكلموا معايا على هذا الامر، ان احنا الحقيقه فوجئنا، لان احنا كنا زي ما قلت لحضراتكم متخيلين ان 20 30 ممكن اكتر كمان 40% يبقوا مش موافقين على كلام كتير من اللي احنا اتكلمنا فيه مع حضراتكم امبارح. لقيناكم موافقين فعلا يا اسلام، مش يا اسلام، فعلا البيت الكبير. ان مجموعه او السؤال اللي اتسال امبارح فيما يخص موضوع اللاعبين المحليين، فعلا عندنا مشكله في هذا الامر، ان احنا لا، المجموعه اللي موجوده لعيبه كويسه جدا. هل ده بقى مره ثانيه وثالثه وعشرة ومليون مليون اهو، بقول للمره المليون، هل ده معناه ان النادي الاهلي مش هيجيب صفقات؟ تحب اقول لحضراتكم عدد ولا مش النهارده؟ بلاش النهارده، خلينا بكره الاربع. لكن مش معنى الكلام اللي انا بقوله ده ان مفيش صفقات، لا بالعكس، وهتشوفوا واحده واحده وهتعرف. ولكن الصفقات مش ان انا اجيب 30 صفقه 20 صفقه ولا 25 صفقه، لا، الصفقات ان انا اجيب، انا عندي مشكله في المكان الفلاني، فخلاص انا عارف ان المشكله اهي، اصلحها ازاي؟ اصلحها بان انا اجيب لعيب في هذا المكان، يبقى نمرة واحد، يبقى نمرة اتنين، يبقى نمرة تلاتة. دي على حسب بقى المدير الفني اللي موجود. أيام مستر مانويل جوزي كان في دايما واحد واتنين وتلاتة، واحد واتنين وتلاتة. رقم واحد مش موجود أو مستوى أقل، رقم اتنين بيلعب، رقم اتنين مش موجود مستوى أقل، تلاتة بيلعب. ولكن كان هناك إدارة فنية جوه الملعب بتقدر تشتغل بهذا بشكل جيد، اللي هو مستر مانويل. مستر مانويل مرة لعبنا مباراة أهلي وفريق آخر، مش فاكر كان منتخب السويس أو بتروجيت في السويس، حاجة كده يعني. والماتش ده كسبنا 3-2 وحصلت فيه إن هو طلع 3 أو 4 لعيبة زعق معاهم. أنا ما كنتش منهم يعني، كان في 3 4 لعيبة تانية قاعد يزعق لهم يعمل لهم وبتاع، وطلعهم بره الماتشات ماتشين، وجابهم قبل ماتش الزمالك بماتش. على فكرة هو ما كانش بيعمل كده قليل، لا، ده كان بيعمل كده كتير، ان هو يجي يحفز اللاعبين اللي هو عايز يحفزهم او اللي هو متخيل ان هم يقدروا يكسبوه المباراه بتاعه الزمالك، اللي هي مثلا لو كسبتها تاخد دوري، لو كسبتها تبقى قربت اكتر من الدوري.
فيجي يعمل كده مستر مانويل، يجي قبلها بماتشين ثلاثة يقوم جاي داخل في ثلاثة أربعة مقعدهم أو مطلعهم بره الفرقة خالص، ويقعد يزعق عليهم ويقعد يضغط عليهم، وبعدين يقول له طب اتفضل العب بقى في ماتش الزمالك. فكنا أنا أتذكر مثلا أنا لعبت 16 17 18 مش فاكر 18 يعني اتنين بطولة أفريقيا وخمس سنين رايح جاي دوري وغير مباريات الكاس، يعني لا على الأقل مش أقل من 13 14 مباراة أنا لم أخسر من نادي الزمالك مثلا، يعني مش أنا الجيل ده كله لغاية 2010 2012 عمرها ما كانت حصلت يعني. ونادي الزمالك نادي كبير، النادي المنافس دائما للنادي الأهلي في كل البطولات، فبالتالي لا دايما دايما الصفقات والمدير الفني، انا وجهه نظري ان طالما عندك مجموعه لاعبين جيدين المدير الفني لازم يبقى موجود يقدر يسيطر على اللاعبين علشان وياخد منهم افضل حاجه، وده اللي هنشوفه ان شاء الله خلال الفتره القادمه. النهارده مش انا اللي هتكلم، لانه خلال الايام السابقه الحقيقه اتقال كلام كتير جدا، ولكن ريكاردو سواريش هو اللي هيتكلم بعد ما كتب رساله مطوله ومفصله عن تجربته مع النادي الاهلي. خلينا نستعرض يا شباب ما كتبه ريكاردو سواريش. ده الكلام اللي كتبه ريكاردو سواريش، كتب على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: فخر كبير أني مثلت أكبر نادي أفريقي، نادي القرن، أحد أشهر الأندية في العالم، النادي الأهلي. العمل الذي قمنا به بهذه الطريقة المكثفة والمتفانية وبكل شغف وفي مثل هذا الوقت القصير يترك الجميع دون استثناء مع شعور بأنهم قد قاموا بواجبهم. هذا النادي العملاق يعيش على الألقاب، لكنني ما زلت أعتبر أن النجاح هو الطريقة التي عمل بها كل من يعمل في هذا النادي من جميع الاختصاصات، وكرس نفسه للعمل الجماعي وساهم في ذلك على الرغم من كل العقبات. شرفنا قميص النادي، شكرا لكم جميعا. النجاح هو أيضا العائلة المكونة من جميع الرجال الحقيقيين الذين شكلوا الفريق من الأكثر خبرة إلى أصغر الرجال العظماء الذين أسعدوني كثيرا بالعمل معهم. شكري للجميع، ولكن بشكل خاص للكثير من الشباب الذين سعدت بإشراكهم في مختلف المباريات. أريد أن أترك لهم كلمة تشجيع وثقة، لأن ما فعلوه في التدريب وبعد التدريب وما فعلوه في المباريات يكشف أنهم محترفون رائعون، ويجب أن يكون الأهلي سعيدا بوجود مثل هذه المجموعة القوية من الرجال. لم نفز بالبطولات لكننا فزنا بألقاب الاحترام والاحتراف والاعتراف بأننا قدمنا كل شيء للأهلي. أتمنى لكم كل التوفيق وأراكم مجددا في يوم من الأيام. هنا تظهر قيمة النادي الأهلي وتظهر إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في تعاملها مع كل المدربين واللاعبين الأجانب، سواء اللي بيتعاقد معاهم النادي أو اللي بيرحلوا من النادي. لو دورت مش هتلاقي مدرب أو لاعب أجنبي مشي من النادي مهما طالت مدة عمله أو مهما قصرت مدة عمله إلا وبيتكلم بكل احترام وبكل تقدير عن النادي الأهلي. مش هتلاقي لعيب ولا مدرب مشي من النادي الأهلي وما خدش كل حقوقه إن أسفقناكم، لا النادي الأهلي ما بيعملش كده. وبالمناسبة يعني دي من أهم أركان اللعب المالي النظيف اللي كل شوية هجيب سيرته وهفكركم بيه. خلاص؟ بالمناسبة وأنا بتكلم في هذا الأمر لغاية بس ما، لأنه أمر مهم جدا. خلال الفترة السابقة طلع علينا بعض
بعض الأسماء، خليني أكون واخد بالي من كلامي يعني. طلع علينا بعض الأسماء وقال لك النادي الأهلي وإهدار ما العام إن هو بيمشي فلان وعلان، بيمشي سوارش بعد شهرين وبعد ثلاثة. هو أنتوا ما بتختشوش؟ بجد والله العظيم، هو أنتوا ليه كده؟ ليه بتعمل كده؟ يعني هذه الأسماء اللي قالت هذا الكلام هي أسماء طبعا لا تشجع النادي الأهلي ومعروف، دايما تلاقيهم بيعملوا كده. اه والله كده بس. فاللي بقوله في هذا الأمر إيه؟ إنه هذه الأسماء عندما تتكلم عن النادي الأهلي لا تتكلم إلا عن النادي الأهلي، لكن لو بصيت ورا شوية، لو عملت كده بس وبصيت ورا، إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ لما تبص ورا كده هتلاقي إن في أندية كتيرة جدا حصل معاها هذا الأكتر من كده بكتير جدا جدا جدا، تقدر بقى تقول أسماء، تقدر تقول أرقام، تقدر تقول حاجات كتيرة جدا، وأعتقد اتقالت خلال الأيام السابقة. ألا تختشون؟ طيب، عبر زوم الحقيقة من ساوثامبتون كابتن راضي الجعيدي المدير الفني السابق للترجي وأحد المدربين الشباب الحقيقة في إفريقيا اللي أثبت جدارته ووجوده، وشفناه الحقيقة الموسم السابق مع وتجربته مع نادي الترجي التونسي وتتويجه بالسوبر وصدارة الدوري ووصوله لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. الحقيقة كابتن راضي هو نموذج رائع للاعب العربي والأفريقي في الدوري الإنجليزي، وبيكمل مسيرته حاليا في التدريب. دايما الحقيقة بنحاول نجيب كابتن راضي ويكون معانا، لأن دايما بنبقى سعداء بتواجده معانا، نناقش موضوعات كثيرة تخص كرة القدم الأفريقية والعالمية. كابتن راضي مشرف ومنور. السلام عليكم، تحياتي كابتن إسلام، والتحية للمتفرجين، متشكر على استدعائكم هذايا ومنورين إن شاء الله أخويا. حبيبي كابتن راضي، كيف خليني أبدأ مع حضرتك على طول، كيف تقيم تجربتك السابقة مع نادي الترجي التونسي؟ طبعا الترجي التونسي هو فريقي لعبت فيه ونشأت فيه كلاعب. التجربة حسب رأيي كانت قيمة في العديد من النواحي، ولازم نحكي شوية كابتن إسلام إذا خليتني على الوضعية اللي خليت فيها الفريق. يعني مسكت الفريق في وضعية صعبة شوية، كان في أسوأ حالات بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا. نعم. 2020 ضد الأهلي تتذكر، يعني خاصة نفسانيا. يعني خذيت الفريق بعد إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، وخرجوا يعني بعض الأسماء المعروفة من الفريق، وكانت نقائص كبيرة ياسي في كل الخطوط. يعني هذا اللي خلى يعني ركزت على تحسين المعرفة التكتيكية للمجموعة وتطوير الأشخاص، وأعطيت فرصة معناتها لعديد من اللاعبين الشبان مثل التريكي وشبار والحارس المرمى الدبشي. ورجوع، وشفنا يعني لاحظنا في الوقت ذاك رجوع الشعلاني الى المنتخب الوطني التونسي وظهور بن حميد للفريق الوطني. يعني لم يكلفنا الحظ يعني في الدوري الابطال افريقيا. نعم. حسب رايي اهدار الاهداف كابتن اسلام كان مشكل متواصل في الفريق. نعم. يعني حتى ولو خسرنا في الكاس التونسي، وهذا غير مقبول بالنسبه لي يعني كمدرب وكحتى يعني محب للفريق، ولكن هذا يحدث لاي فريق كبير في العالم. يعني يكفي ان نقول ان لعبنا منقوصين من 15 و17 لاعب اساسيين واجانب في الفريق. يعني لعبنا بفريق صغار واواسط، لاعبين غير جاهزين بدنيا. يعني ما هذا الترجي انتصر بالبطوله، وحسب رايي يعني نتمنى كل التوفيق للفريق كابتن اسلام ان شاء الله. كابتن راضي، طيب تردد اسمك الحقيقه خلال الفتره السابقه هنا في مصر ان انت من الممكن ان تكون مدير فني لاحد الانديه المصريه، هل ده ممكن من وجهه نظرك؟ هل ممكن نشوف راضي الجعيدي قريبا في الدوري المصري وبتتابع اللي بيحصل في كره القدم المصريه؟
ان شاء الله يعني كابتن اسلام نقول نحن ربي سهل بتونسي. شرف لي يعني نكون من ضمن المدربين اللي مرنوا في البطوله المصريه. يعني ما نجموش ننكر ان البطوله المصريه من اقوى البطولات يعني في افريقيا. الفرق المصريه يعني ديما تفرض رواحها يعني روحها في افريقيا عامه. ويعني البطوله المصريه دائما تستقطب المدربين الكبار، وهذا يعني يكون بالنسبه لي انا شرف كما قلت لك نمرن في البطوله المصريه اللي هي متطوره على بعض البطولات، تقدم يعني لعب جيد كبير. الفرق تبعت في الفتره الاخيره الفرق يعني تلعب في لعب حديث وتحاول تطور من نفسها وتخدم على مشاريع. وبالنسبه لي ممكن الفارق في البطوله المصريه هو الاداره المصريه للفرق. نعم. يعني متطوره نوعا ما وتعطي يعني ال في مشروع رياضي يخول الممرنين مثلي انا. الحقيقه يعني ما نجمش ننكر اللي التكوين نتاعي كان في انجلترا، تكوين يعني فيه الكثير معناتها من النظام الانجليزي والاحتراف الانجليزي اللي يخليني معناتها نكون نوعا ما متنوع في 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 العمل نتاعي مع الفرق. نعرف افريقيا، نعرف اجواء افريقيا والبطوله المصريه، وهذا يعطيني ممكن دافع باش نخدم في مصر وفي اي بطوله يعني من البطولات الافريقيه مع بالطبع مع اليوفا برو اللي تحصلت عليها. هذا يعطيني يعني دفعه ان شاء الله. تمام. طيب برضو يعني في الاخر هل في حد يا كابتن كلمك ولا لسه؟ هو في بعض الاتصالات الصغيره بالنسبه لي انا ما نجمش نحكم عليها توا. اوكي. لكن كابتن اسلام اذا فيه اي اتصالات يعني مؤكده ان شاء الله نقول لك انت شخصيا. حبيبي. طيب كابتن راضي، الاهلي سيواجه الاتحاد المونستيري في دوري ابطال افريقيا في دور ال 32، من وجهة نظرك كيف ترى مستوى فريق المستيري؟ يعني فريق المستير تحسن كثير في الأعوام الأخيرة، ممكن مدة 4 5 سنوات الفريق المستيري أفرض بدأ يفرض في روحه في البطولة التونسية. عنده لاعبين يعني متمكنين من اللاعبين ومجموعة من اللاعبين اللي تفرض روحها في المباريات. أثناء يعني المستير قدم ممكن أحسن وجه ليه منذ السنوات الأخيرة مع المدرب فوزي البنزرتي، القدير فوزي البنزرتي. يعني هذا الكل يخلي اللعب ضد فريق المستير يزم ناخذ له يعني ألف حساب. نعم. وبالنسبة لي يعني المقابلة من جهتين سوف تكون بعد مقابلة صعبة للفريقين بالطبع، وبالطبيعة يعني هي الدوري الأبطال سيكون يعني متنوع في الفترة الجاية إن شاء الله. طيب كابتن رادي، خلينا نروح لدوري أبطال أوروبا وبدايته النهاردة. الحقيقة بداية ساخنة ومفاجآت كثيرة جدا في دوري أبطال أوروبا. يعني لما تشيلسي يهزم في أولى مبارياته، ويعني أنا كنت سايب مباراة باريس سان جيرمان دلوقتي واليوفي 2-0 باريس سان جيرمان، وممكن يكسب 3-4-5 يعني الحقيقة 2-1. طيب بيقولوا لي 2-1، ف اليوفي سجل هدف 2-1 وضاع فرصة ممكن كمان. يعني الشوط الأول اللي أنا اتفرجت عليه أو ال 40 45 دقيقة الأولانيين اللي اتفرجت عليهم، الحقيقة كان باريس سان جيرمان الأقرب للفوز وبفرق واضح ما بينه وما بين اليوفي. هل من الممكن أن نرى مفاجآت أخرى؟ يعني تشيلسي وبعد كده النهاردة حتى الآن، هي طبعا مش مفاجأة، ولكن شوط أول ما بين باريس سان جيرمان واليوفي غريب جدا. الشوط الثاني حضرتك بتقول لي أهو اليوفي أحرز هدف. أي بالطبيعة يعني هو إذا نحكي ونحن على فريق على مباراة باريس سان جيرمان واليوفي، هو الفوارق يعني بعيدة على بعضها. باريس سان جيرمان يضم لاعبين كبار اسماء، وحتى يعني التاثير على المباراه التاثير نتاعهم كبير ياسر. يعني نحكيوا على نيمار، ميسي، ومبابي. مبابي سجل هدفين كبار ياسر،
وخلينا نحكيه على طريقة التسجيل لمبابي، يعني التكنيك اللي نحكيه عليها، يعني اللي هي تمتع بها اللاعب هذا، هي اللي تقوم بالفارق. يعني ما نحكيوش على التمريرات اللي جايين من نيمار ومن ميسي. يعني الفريق باريس سان جيرمان من الفرق اللي ممكن ينافسوا على الدوري الأبطال، ولكن مشكل فريق باريس سان جيرمان كما برشا كما الكثير من الفرق الدفاع، يعني الدفاع كفريق، وهذا يخلي ممكن باريس سان جيرمان يظهر بوجه آخر في الشوط الثاني. على الأقل نحكيه على الربع ساعة الأولانية من الشوط الثاني اللي قبل فيها هدف وممكن يجم يقبل أهداف أخرى. دونك يزم الفريق حسينا به في البطولة الفرنسية، حسينا به فريق متزن، فما صلابة دفاعية نوعا ما مع المدرب الجديد، ولكن ما زالت حسب رأيي يعني في الدورات وفي المقابلات الكبيرة كما دوري أبطال يعني ديما يصير المفاجآت، وتلعب ضد فرق يعني عندها ثقة في الواحد، الفرق هي الأبطال في بلدان، يعني هذا ما يتمتع به المتفرج، ولكن في وسط الميدان في حقائق أخرى. كابتن رادي، أنت كنت مدافع كبير في الدوري الإنجليزي ولعبت مباريات كثيرة في الدوري الإنجليزي. هالاند نجم مانشستر سيتي النهارده احرز هدفين. اولا السؤال الاول، انت كمدافع وانت بسم الله ما شاء الله جسمك اللي فاكر كابتن رادي طبعا جسمه كبير بسم الله ما شاء الله وطويل زي هالاند كده، هل يعني كيف ممكن ازاي الواحد يمسك واحد زي هالاند؟ ثانيا سؤال مهم لحضرتك برضو فيما يخص الدوري الانجليزي ووجود النجم العربي الكبير والمصري الكبير محمد صلاح، هل وجود هالاند وإحرازه للعدد الكبير من الأهداف في أول 4-5 مباريات في الدوري الإنجليزي بيمثل ضغط إحنا شايفينه في الملعب لغاية دلوقتي على محمد صلاح، ولا إيه من وجهة نظرك؟ يعني إزاي نقدر ندافع مع هالاند؟ ثانيا هل ده بيمثل ضغط على محمد صلاح ولا لأ؟ بالطبع يعني نحكيه على اللاعب هالاند، اللاعب يعني عنده إمكانيات بدنية وطاقات كبيرة ياسر، يعني هو وحش ما فيش مثله يعني توا في الوقت الحالي في العالم. ايوه، ولو انه في السرعه نجموا نقارنوه بمبابي، ولكن هالاند اقوى بدنيا ويفرض روحه يعني في المقابله. بالنسبه لي انا يلزموا اقل حاجه ثلاثه مدافعين على نفس اللاعب باش نجموا نوقفوا اللاعب، لكن ما فيش حلول. يعني هو سجل 10 اهداف في البطوله في 6 مقابلات في الوقت الحالي في مع مانشستر سيتي، ويعني هو محير المدربين الكل. هذا بالطبع يعني كابتن اسلام انا شاطرك الراي، هذا يخلق يعني تنافس كبير ياسر وضغط كبير ياسر على المهاجمين الاخرين، ونخص بالذكر يعني محمد صلاح اللي قدم الحقيقه الاعوام الاخرانيه الكل مع ليفربول، قدم مردود كبير ياسر وقعد يقدم في مردود كبير ياسر. انا اسفني شويه يعني قاعدين نشوفه شويه معناتها في الكريتكس على محمد صلاح، ولكن هو ليفربول كفريق كامل يعني طاح المستوى نتاعه، ونعرفوا علاش طاح المستوى نتاعه، يعني ما ضيع يعني لاعب كبير كيما ساديو ماني، الفريق يعني منهك بدنيا نوعا ما، مختاش راحته، الاعوام الاخرانيه الكل، يعني الفريق تعدى يعني بفترات كبيره ياسر. عادي بالنسبه لي انا يعني الفريق يمر يعني بفتره صغيره، ولكن ان شاء الله حسب رايي ما نتمنى يعني محمد صلاح والفريق ليفربول يرجع يعني المستوى نتاعه، ليرجع محمد صلاح يعني في المنافسه مع هالاند اللي كما قلت انت معناتها هو خلق ضغط. و كنت متوقع النجاح ده يا كابتن رادي لهالاند؟ كنت متوقع النجاح السريع ده لهالاند؟ الحقيقه 10 اهداف ما كنتش متوقع، ولو اني تابعته يعني نوعا ما في المانيا، ولكن 10 اهداف يعني هو العشر اهداف يزيد يعني يفسر لك قوه مانشستر سيتي كفريق، واللاعبين اللي دايرين بهالاند، يعني
دي بروين يعني من اللاعبين اللي يتمنى يلعب معهم اي مهاجم، لانه طبعا دي بروين يلعب بيديه يعني التمريرات يعني بالمليمتر. ولكن حسب رايي ما زلنا باش نشوفه، يعني ما زلنا نشوفه من مانشستر سيتي الكثير، لانه الفريق هذايا ماشي معناتها المستوى ويتصاعد، واللاعبين يعني عندهم يعني طاقات كبيره ياسر في الفريق هذايا حسب رايي. أخيرا يا كابتن رادي، يعني مستقبل بقى منتخبنا الوطني، منتخب مصر يعني، تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا من وجهة نظرك طبعا. حسب رايي يعني حسب رايي الخفيف، انا تابعت شويه كيف ما قلت لك، مدرب يعني عنده قدراته عنده خبرته، مدرب يعرف يعني الكره الحديثه، ويعرف اذا ياخذ وقته خاصه يعطيه الوقت ويعطيه المساعده، يعني ممكن يطور في المنتخب المصري والمنتخبات المصريه. يعني حسب ما شفت يعني نعرفوا توا الكره المتطوره كابتن اسلام يعني ماهيش مربوطه بالفريق الاكابر وكهو، يعني مربوطه بالفرق اللي تحتهم، يعني مصر معبيه بالطاقات وبالشباب اللي في اذا خذا وقتهم وخذا التطوير يوصلوا يعني الاكبر واكثر يعني مرتبه نجم وصلوا لها. وشفنا يعني مصر يعني قبل وصلت يعني للمراتب الكبرى. يعني بالنسبه لي انا الوقت تخطيط والبرمجه يعني في الاداريه مع اعانه مساعد المدرب نشوفوا مصر يعني ان شاء الله. في مرتبه اخرى. كابتن رادي شرفت ونورت. اتفضل ما ننساش كابتن اسلام، اتفضل سامحني باش اتفضل نقول كلمه على المنتخب التونسي، لانه المنتخب اتفضل التونسي اتفضل زاد طبعا. المنتخب التونسي عندنا يعني لاعبين شباب قاعدين معناتها نبدلوا في الاستراتيجيه، شفنا يعني المنتخب التونسي فرض روحه يعني في البطوله العربيه، وعندنا كاس عالم ان شاء الله بقدر ربي نشوفوا منتخب تونسي يعني يقوم بمردود اللي نجم يخاول لنا ممكن، وان شاء الله هذا نتمناه يعني تونس الكل نتعداه للدور الثاني في كاس العالم ان شاء الله. كابتن وتحياتي اخويا للناس الكل انا اللي بشكرك جدا، المتفرجين واللي كنتي والكابتن عمر والناس الكل اخويا. شكرا جزيلا للنجم الكبير الكابتن رادي الجعايدي، الحقيقه دايما بنبقى سعداء بوجوده معانا، لانه الحقيقه من الناس اللي زي ما قلت لحضراتكم بيعرفوا يتكلموا بشكل جيد جدا جدا، ومتابع جيد لكره القدم المصريه والافريقيه والعالميه. زي ما قلت لحضراتكم او زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم، بعض الناس دايما بتعمل كده، بعض الناس تلاقيها، او كنت بتكلم معاكم قبل ما يخش معانا كابتن رادي الجعيدي على اصل النادي الاهلي في خلال شهر ولا شهرين ولا ثلاثه مشى، جاب مدرب ومشى مدرب وجاب لعيبه ومشى لعيبه، والكلام اللي حضراتكم بتسمعوه بس ده خلال الفتره السابقه او الكام يوم اللي فاتوا، هو طبعا بيتقال من مجموعه معينه حضراتكم عارفينها وانا عارفهم، الناس كلها شايفاهم وعارفاهم، يعني ما بيشجعوش وما بيحبوش ونفسهم النادي الاهلي ده يعني يحصل فيه اي حاجه، فبالتالي اولا ما تاخدوش على مثل هذا الكلام، لانه لو الناس دي بصت ومنصفين وعادلين بجد، بص ورا وشوف بقيه الانديه كلها بتتكلم ازاي او بيحصل فيها ايه. طب على الاقل لما تيجي تتكلم على النادي الاهلي، لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي وقلت ايه، هل من الممكن ان تجد ان في لاعب مشي من النادي الاهلي او مدير فني مشي من النادي الاهلي وعايز من النادي الاهلي فلوس او رافع على النادي الاهلي قضيه ما خدش بقيه مستحقاته؟ طيب اقول لحضرتك حاجه على اللطيفه، حاجه بسيطه جدا، انا مشيت من النادي الاهلي في 2009 على ما اتذكر 2010 حاجه كده يعني، فانا لما مشيت كنا واخدين دوري كالعاده يعني ساعتها، فمشيت من النادي الاهلي ورحت حرس الحدود وشهر شهرين وكان في اجازه. الفتره دي كنا فرق الدوري كلها او معظمها بتاخد اجازه يعني اجازه كويسه، فكان في اجازه شهر. بعد الشهر لقيت كابتن عماد اليماني
المدير الاداري للنادي الاهلي في ذلك الوقت، لقيته بيرفع سلام، اسلام ازيك وحشني واخبارك ايه وبيطمن عليا وكل حاجه. قال لي عايزك تعدي عليا في النادي بكره او بعده. ماشي يا كابتن عماد، عدى عليك في حاجه خير يعني، في حاجه هرجع العب في النادي الاهلي تاني مثلا؟ قال لي لا، انت ليك مبلغ عشان المباريات اللي لعبتها في الدوري. وقال لي هي كانت مباريات الدوري لو تتذكروا ساعتها على ما اتذكر 26 مباراه وانا كنت لاعب 24 حاجه كده يعني. فقال لي انت ليك مكافاه الدوري ومبلغ مكافاه الدوري، فلو سمحت عدي علينا وخد فلوسك يعني ونقعد برضو نشوفك، بقالنا شهرين ثلاثه ما شفناكش يعني. كابتن عماد كلمني، وطبعا انا رحت بعدها او يعني بعدها بكام يوم كده رحت وقابلت كابتن عماد وقابلت الناس في النادي وبتاع، ولقيتهم كان النادي الاهلي من اوائل الانديه اللي عملت فيزا كارت للاعبين علشان تقبض بيها. فقال لي بس امضي وهتلاقي الفلوس نزلت في الحساب عندك. وفعلا مضيت على الفلوس وعلى الحاجه والفلوس نزلت في الحساب. ومن قبلها طبعا عشان ما حدش يقول لك كذا، لا احنا واحنا ماشيين بتمضي طبعا ان في مخلصات، يعني انا كنت ماضي اوريدي ان في مخلصه وان خدت فلوسي كلها وكل حاجه. فكان سهل جدا جدا جدا. ده النادي الاهلي، ده النادي الاهلي. انا اسف ان انا بقول حاجه خاصه لكن ده حصل، ده النادي الاهلي. انا كنت ماضي، لما بتيجي ماشي من اي نادي وتاخد الاستغناء بتاعك لازم تبقى ماضي على ان انت واخد كل مستحقاتك عشان النادي يديك الاستغناء، ده طبيعي يعني. ف حصل بالفعل ان انا مضيت، فكان ممكن جدا ان ما حدش يقول لي تعالى خد فلوسك، ولكن هذا هو الفارق. بعدها بشهر شهر ونص، هذا هو الفارق ما بين النادي الاهلي واي حد. اذا حبيت تعرف وحبيت تفهم يعني، اذا حد يفهم او يعرف، ف ده النادي الاهلي وده اسلوب وطريقه النادي الاهلي في التعامل مع اي حد من ابنائه. يعني اتمنى ان الرساله برضو توصل، اي حد من ابنائه اللي لعب دقيقه وساهم مع النادي الاهلي. يعني هو وليد سليمان من ابناء النادي الاهلي؟ طب هي ليه الناس بتحب وليد سليمان؟ انا بتكلم على حد مؤخرا. هي ليه الناس بتعتبر ان وليد سليمان ده افضل من ناس كتيره كانت موجوده في النادي وخرجت؟ هو ليه الناس بتعتبر ان محمد ابو تريكه ده ابن من ابناء النادي مع انه جاي من نادي الترسانه؟ هي ليه الناس بتعتبر ان محمد بركات ابن من ابناء النادي الاهلي؟ ليه الناس بتعتبر ان وائل جمعه نجم من ابن من ابناء النادي الاهلي وهكذا، وبقيه اللاعبين عماد النحاس، سيد معوض، كل الناس اللي موجوده ليه الناس بتفتكرهم كده ودايما بتقول ان هم اولاد النادي الاهلي؟ لان هم احترموا النادي الاهلي، والنادي الاهلي وجمهوره احترمهم، والناس دي موتت نفسها في كل دقيقه بتلعب فيها لغايه لما مشيت من النادي الاهلي او اعتزلت من في النادي الاهلي. فهذا هو النادي الاهلي لمن لا يعرف، او انا عارف ان كلكم عارفين، ولكن علشان تبقوا فاهمين وعارفين واحفظوا تاريخ، ده اسمه تاريخ النادي الاهلي او جزء من تاريخ النادي الاهلي. ان النادي الاهلي كل الحقوق بيديها لعيبته، حتى لو انت ماضي ومشيت، حتى لو انت ماضي ان انت خدت كل حقوقك ومشيت. كان سهل جدا جدا كابتن عماد اليماني فلوس ترجع النادي، ترجع اي حاجه، لكن ده ما بيحصلش في النادي الاهلي، لان النادي الاهلي دائما ما يحافظ على ابنائه وما دائما بيحافظ على حقوقه امام الجميع في كل العهود من 1907 وحتى الان. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل بقى هنرجع نتكلم عن اخبارنا وايه اللي حصل في الاخبار النهارده. زي ما حضراتكم عارفين الاخبار عن النادي الاهلي قليله خلال هذه الفتره، ان شاء الله يعني بكره او عندما يتم الاعلان عن المعسكر ان شاء الله هتلاقوني بنزل لكم صور وبنزل لكم شويه فيديوهات كده من معايا بقى لها يومين ثلاثه، ولكن خلونا ننتظر وقت الاعلان عن ميعاد المعسكر والدنيا هتبقى ماشيه ازاي خلال الفتره القادمه. نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل اخبارنا، اخبار البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. المحترفون ينضمون لمعسكر المنتخب الوطني الاول 19 و20 الجاري.
ينضم اللاعبون المحترفون الثمانية لمعسكر المنتخب الوطني الأول يوم 19 و20 سبتمبر الجاري، حيث يخوض المنتخب بقيادة روي فيتوريا مباراتين وديتين يوم 23 و27 أمام النيجر وليبيريا، بعدما تلقى اتحاد كرة القدم معلومات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف تفيد بتأجيل مباراتي الفراعنة مع ملاوي في الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023. استقر فيتوريا على استدعاء ثمانية لاعبين لمعسكر المنتخب: محمد صلاح، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، أحمد حجازي، طارق حامد، مصطفى محمد، أحمد حسن، كوكا، وسام مرسي. إن شاء الله في الموسم الجديد قبل بداية الدوري العام بتبقى فيه قرعة، القرعة غير موجهة للدوري الممتاز بالموسم الجديد. مين اللي قال كده؟ اتحاد كرة القدم استقر بالتنسيق مع رابطة الأندية المحترفة على إجراءات قرعة عادلة لمسابقة الدوري في الموسم الجديد، حيث تجري لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين قرعة غير موجهة دون تحديد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. يعني مباراة القمة ما بين الأهلي والزمالك ممكن تبقى في الأسبوع الأول، أو ممكن تبقى في الأسبوع الأخير، ما حدش عارف، ممكن تبقى في الأسبوع العاشر، الثامن، السابع، ما حدش عارف. وتحسم الرابطة والاتحاد المصري لكرة القدم خلال أيام موعد قرعة الموسم الجديد بعد قرابة شهر ونصف من الراحة التي حصلت عليها الأندية عقب انتهاء الموسم المنقضي في نهاية أغسطس الماضي. ماشي، هنمشيها شهر ونص. 100,000 جنيه رسوم كشف المنشطات في الموسم الجديد بالدوري، وده اشتراط اتحاد كرة القدم على أندية الدوري الممتاز ال 18، سداد كل نادي مبلغ 100,000 جنيه رسوم تطبيق الكشف عن المنشطات على اللاعبين في الموسم الجديد الذي ينطلق منتصف أكتوبر المقبل. ومنح اتحاد كرة القدم في لائحة الموسم الجديد الأندية إمكانية سداد هذا المبلغ على قسطين لتخفيف الأعباء عنها، على أن يكون القسط الأول قبل انطلاق الدوري والقسط الثاني في يناير المقبل. ماشي. الاتحاد السكندري يعلن تعيين الصربي زوران مانولوفيتش مديرا فنيا للفريق. أنهى مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصلحي اتفاقه مع الصربي زوران مانولوفيتش مواليد 62 والذي يحمل الجنسية البرتغالية أيضا، لتولي القيادة الفنية للفريق في الموسم الجديد 22-23. وقاد مصلحي المفاوضات مع زوران. أيضا كوكا يقترب من الانضمام لكونياسبور التركي. اقترب أحمد حسن كوكا مهاجم منتخبنا الوطني وأولمبياكوس اليوناني من الرحيل إلى الدوري التركي والانضمام لكونياسبور. كوكا لعب في الموسم الماضي معارا من أولمبياكوس لكونياسبور التركي وقدم مستوى طيب، ويميل إلى العودة للدوري التركي في ظل وجود عرض سعودي آخر لديه. تفاصيل جلسة الخبراء الأجانب في الجمباز مع اللاعبين بالأهلي: زي ما قلت لحضراتكم هناك تحركات كبيرة وكثيرة جدا في كل الألعاب الخاصة داخل النادي الأهلي، سواء ألعاب الصلاة زي ما حضراتكم شايفين، الألعاب الفردية وكل الألعاب الجماعية، هناك تحركات من كل الأطراف. أوكرانيين إيجور وإيرينا مدربة فريق الجمباز حرصوا على الاجتماع بفرق النادي في أول ظهور للخبراء الأجانب مع اللاعبين، ورحب الجهاز الفني والإداري واللاعبين بإيجور المدير الفني لفريق الجمباز للرجال والأوكرانية إينا مدربة فريق السيدات، وقام الثنائي بجولة تفقدية لملعب تدريب النادي. كل التوفيق لكل الألعاب في النادي الأهلي خلال هذا الموسم. وكالعادة دائما قناة النادي الأهلي في كل الأحداث، سواء كانت هذه الأحداث حزينة أو حتى كانت أحداث مفرحة وهي كثيرة الحمد لله، ولكن دايما بنكون مع مسؤوليننا، دايما بنكون معهم في أي مكان وفي أي شيء. الحقيقة طبعا النهاردة كان عزاء الأستاذ محمد توفيق والد الكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي، وحرصت قناة النادي الأهلي على التواجد في العزاء، وطبعا إنا لله وإنا إليه راجعون لكابتن أمير توفيق.
هنسيب حضراتكم مع العزاء ولقطات من وصول او دخول الكابتن محمود الخطيب والاستاذ طارق قنديل وبقيه اللي موجودين اللي كانوا موجودين في هذا العزاء، كابتن محمود اهو، ثم الكابتن طارق قنديل، ثم الاستاذ اعتقد الاستاذ جمال وجمال جبر، ومعاه بقيه الاسماء المتواجده في مع الاستاذ او مع كابتن امير توفيق. الكل الحقيقه كان متواجد في العزاء، والكل حرص ان هو يكون مع امير، لان امير من الناس المحترمه الحقيقه، ودائما الحقيقه ما بنكون متواجدين في مثل هذه الظروف. كابتن محمود، الاستاذ طارق، زي ما حضراتكم شايفين الكابتن محمود الحقيقه اول امبارح في عزاء شقيقته، والنهارده في عزاء والد كابتن امير، ومع ذلك كل الامور الحمد لله ماشيه بشكل جيد جدا، وان شاء الله قريبا جدا مره تانية اهو، قريبا جدا جدا حضراتكم ان شاء الله تسمعوا اخبار جيده. كابتن سيد معوض كان متواجد في العزاء ايضا، وان شاء الله زي ما قلت لحضراتكم على الرغم من كل هذه الظروف، ولكن الامور ماشيه بشكل جيد جدا جدا داخل النادي الاهلي وداخل التعاقدات. كابتن محمد فضل، كابتن حسام غالي ايضا موجودين في عزاء والد الكابتن امير توفيق. الحقيقه دايما احنا دايما لما بنيجي نتكلم بنقول عائله النادي الاهلي، وعائله النادي الاهلي دائما ما بتكون موجوده في زي ما قلت لحضراتكم في كل هذه المناسبات. العميد محمد مرجان نائب رئيس شركه استادات ورئيس مجلس اداره شركه سيتي كلوب، والمدير التنفيذي السابق للنادي الاهلي متواجد اهو في العزاء، والاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم الحقيقه الكل دائما ما يكون متواجد في مثل هذه الظروف. الاستاذ والمهندس هشام سعيد عضو مجلس اداره النادي الاهلي السابق ايضا متواجد في العزاء، الكل الحقيقه بيكون متواجد في مثل هذه الاحداث. بقاء الدوام لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل النجم الكبير كابتن مجدي طلبة هيكون معايا في الجزء الثاني من هذه الحلقة، هنتكلم في أمور فنية كثيرة جدا. كابتن مجدي له مصطلحات رائعة الحقيقة دايما بيقولها لنا من خلال وجوده دائما في البيت الكبير خلال الفترة الأخيرة. هنستفيد من وجود الكابتن مجدي طلبة، هنستفيد من وجوده فترة كبيرة في أوروبا، هنستفيد من وجود الكابتن مجدي في أحوال النادي الأهلي خلال هذه الفترة. بعد الفاصل النجم الكبير كابتن مجدي طلبة في ضيافة البيت الكبير. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، خلوني أرحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن مجدي طلبة. ازيك يا كابتن مصر؟ مشرف ونور وسعداء جدا بوجودك معنا النهاردة. أهلا بيك كابتن إسلام، ربنا يخليك. كل فترة كده بنستعين بحضرتك علشان نعرف وجهة نظرك فيما يحدث من أحداث رياضية حوالينا، لأنه متشرف خلال هذه الفترة يعني عندنا أحداث رياضية كثيرة جدا. نعم. ولكن خليني في البداية كابتن مجدي أبدأ مع حضرتك ب معرفش حضرتك شفت رسالة سوارج او ريكاردو سوارش اللي عملها من شويه للنادي الاهلي ولا لا؟ لا ما سمعتش. يعني هو اتكلم الحقيقه بشكل جيد جدا جدا عن النادي الاهلي، واتكلم لو هاتوها لي يا شباب برضه عشان الكابتن مجدي يقراها معايا. اتكلم وقال انه له الفخر في التواجد داخل النادي الاهلي، وخلي بال حضرتك برضه يعني هو اتقال عليه ان هو قال كلام سيء على اللاعبين الشباب. ده اللي انا سمعته قبل الفتره الاخرانيه. لكن ده من الحساب الرسمي ليه، وده هو يعني ما اتكلمنا وعرفنا ان هو اللي قال هذا الكلام، ده الكلام الحقيقي اللي هو يعني مقتنع بيه وقاله. هو رجع قال ان هو ليه الفخر الشديد او سعيد جدا بالتواجد في اكبر نادي في افريقيا وكل هذه الامور، وانه سعيد برضو بتجربته مع الشباب، وان عندنا شباب محترف ومحترم وعمل شغل جيد جدا في الملعب. ده طبعا عشان يرد على الكلام اللي اتقال ما قبل ما قبل انتهاء عقده. يعني هو انا اعتقد هو اتعامل باحترافيه كبيره جدا. أيوة. ودي على فكره مش غريبه على البرتغاليين. يعني المدرسه البرتغاليه بتجيد التعامل مع الميديا. اوكي. وتجيد التعامل مع الادارات المختلفه اللي هي بتشتغل فيها، يعني ما شفناش
او ما سمعناش عن مدرب برتغالي بتحصل منه مشاكل خالص في اي حته من اي نوع غير شويه مورينيو بس شويه بس، انما غير 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 كده البرتغاليين كلهم مشهورين. من اهم مميزاتهم ازاي يتعاملوا مع الميديا، اوكي، ازاي يتعامل مع المواقف المختلفه. واكبر دليل على كده كارلوس كيروش مثلا، اخر واحد اتعاملنا معاه كمصري عنده مشكله كبيره، عنده بقيه مستحقات مش عارف ياخدها. ما دي حاجه تانية، انا بتكلم الميديا هو ما يعني حتى المشكله بتاعته هو بيعرضها، المشكله اللي مع اتحاد الكوره هو بيعرضها ما بيخسرش فيها اتحاد الكوره. اوكي، يعني طريقه العرض بتاعته بتبقى فيها نوع من انواع الدبلوماسيه شويه. اوكي، فالبرتغاليين ده سواريش واحد منهم، وهو اكيد هو اسم سواريش مش كبير، يعني هو النادي الاهلي ضاف له كتير جدا 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 في التجربه الصغيره ديت بالرغم من عدم النجاح النسبي، بس هو هياخد الجزء الناجح في القصه كلها وهيسوقه كويس. هو بدايته النهارده ايه الجزء الكويس اللي ناجح فيه؟ ان هو هيقول لك انا عامل 10 ماتشات كلين شيت مثلا، في وقت ان انا لما رحت كان ناشئين وبتاع، ان الفتره اللي انا قبل ما اروح فيها كان كل ماتشين يجي 3 4 تجوال في الفرقه. اوكي، انما دلوقتي انا عملت 10 ماتشات كلين شيت، بلعب بالناشئين كلهم، ما بلعبش بالتيم الاساسي خالص. أوكي، فهو هيعرف يسوق دي كويس. والراجل بتاعه هيعرف يسوق دي كويس، وفي الاخر احنا عندنا قناعه ان هو الراجل ما خدش فرصته الصحيحه. يعني احنا كجمهور نادي اهلي او اللي بيشتغلوا في النادي الاهلي عندنا قناعه بانه ما بانش حاجه منه تقول انه في بوم ممكن يحصل، انها في نفس الوقت بتديله العذر الكامل في الفتره اللي قضاها، لانه قضاها تحت ضغوط شديده جدا وبدون وبعوامل كتيره جدا ما تقدرش عن طريقها تقيمه. بس قبل ما ينتهي تعاقده يا كابتن بالتراضي ما بينه وما بين النادي، كان هناك اجماع تقريبا على ان هو لازم يمشي. اي ما ده انا بقول لك يا اسلام عشان ما حصلش منه ان احنا شفنا البوم. ان احنا حضرتك كمدير يعني كواحد برضو نجم كبير ومدير فني مسكت انديه كبيره وكتيره، شايف ايه؟ بص، كان في ضغوط في 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 مواعيد المباريات او في توقيتات المباريات. ماشي، اكيد 100%. انما ده مش هيمنعني او ده مش هيمنع انه يبين لي الاستراتيجيه بتاعتي انا كمدرب كمدير فني، بقول الحاجات اللي انا عاوز اعملها وهمرنهم عليها ان شاء الله ماشي. يعني انا في الحاجات اللي انا عايز اعملها اذا كانت جمل تعبانين او كل يوم ولا يومين ممكن هعملها ماشي. وممكن طبعا عادي جدا، ما هو اصل خلي بالك احنا بنعمل عود. احنا تاني يوم اذا ما كانش الفتره ديت، اول يوم بتعمل الريكفري بتاعك يوم الماتش، بعد الماتش على طول بتعمل الريكفري بتاعك ده. أوكي، الافضل بعد ما بتخلص الماتش على طول بتخش الاوضه تخرج تغير الشوز بتاعك وتجري حافي او بتجري لك حوالي نص ساعه في الملعب. فهو نص ساعه ديت مش هيعملها في نفس اليوم، هيعملها تاني يوم. اوكي، فالنص ساعه اللي هو بيعملها دي ممكن يعملها الجري الخفيف دوت اللي هو بتاع الريكفري ده، انه يبين للعيبه هو عايز يعمل ايه، عايز يتحرك ازاي، عايز يعمل في ايه اثناء النص ساعه، في اثناء النص ساعه دي بحيث انه يقدروا يتعودوا او يشوفوا شكل جديد. بالظبط، اول يوم الثالث او اليوم اللي قبل المباراه اللي هو قبل المباراه على طول اللي هو نص ساعه برضه. بالظبط، ما هو انا هنا هعتمد على اني انا عندي اللعيبه اللي موجودين عندي في النادي الاهلي، في اللعيبه عندهم المنتال بتاعهم. أوكي، المنتال بتاعهم مش زي المنتال بتاع اللعيبه الثانيه. فهنا انا هستفيد من دي في النظري وفي العمل وفي الفيديو. اوكي، ما انا وارد جدا ان انا استعين بمقاطع فيديو لمباريات حتى تكون بتاعتي انا مع فرق تانية ووريها للناس بتاعتي علشان نعمل زيها. اوكي، مفيش ما يمنع هذا خالص من هذا خالص. انما احنا جوه الجيم ما شفناش الحاجات دي. أوكي، كانت اجتهادات شخصيه. مره شفنا ان كريم بيجي من بره لجوه، كريم فؤاد اكتر من يعني، دي الحاجه اللي حصلت مره. حاجه عاديه شفناها 50 مره يعني، مفيش حاجه تلفت النظر. أوكي، مفيش حاجه تلفت النظر. اوكي، طيب مهم جدا اسال حضرتك برضو يا كابتن، لان ده السؤال اللي كنت انا عامله امبارح على والحقيقه لقيت رد فعل هايل في هذا الامر. سؤالي، هل من بالنسبه للصفقات يعني هل انا ممكن او حضرتك شايف ان هناك صفقات محليه جوه مصر تنفع النادي الاهلي؟ من وجهه نظرك. هو في بعض. أوكي، هو في بعض. هو انا عندي هنا وجهه نظر. اتفضل.
في لعيبه بتيجي، في لعيبه بتيجي من بره الاهلي والزمالك او من بره الزمالك او الانديه اللي متعوده على انها عندها المنافسه على البطولات دي. في لعيبه بتبقى تلفت النظر او تلفت العين. انما وانس اول ما بتجيبها وتخش جوه النادي وتلبس التيشيرت الاحمر بيبدا يحصل عندها رهبه المكان ورهبه التيشيرت ورهبه الجمهور والشعور بالمنافسه واللي اللعيبه دي انا من وجهه نظري الشخصيه انها اول ما تيجي لازم تقعد في ست اشهر، لازم تاخد ست اشهر تاخد ست اشهر فتره حضانه كده. انت عارف البيبي دوت لما بيجي ينزل بتاخد في حضانه كده. الكوره هنعملها ازاي الحضانه؟ هنعملها ازاي؟ هنجيبه هيتقعد معاه من كل الاستاف اللي موجودين، المساعدين بتوع الكوتش اللي جوه النادي اللي من النادي، يعرفوه طبعا. هو عارف يعني ايه النادي الاهلي، انما لازم يعرف اسلوب الشغل بتاع النادي الاهلي. الضغط، التعامل بتاع النادي الاهلي جوه النادي، ان النادي الاهلي نادي جماعيه ما فيهوش فرديه، ان النادي الاهلي وانت موجود ما تقلقش من اي حاجه ولازم يكون عندك شخصيه وتقول كل ما يخص النادي الاهلي، كل ما يخص اللي بيحصل جوه النادي الاهلي. ده هياخد فتره. اثناء ده كله بيلعب ولا ما بيلعبش؟ لا ما يلعبش. لا ما يلعبش كتير برضه. ست شهور انا جايب لعيبه عشان اقعده ست شهور. ما انا بكلمك في ايه دلوقتي، انا مش عايز احرقه. ايوه بس يعني ست شهور كتير، محدش هيستنى ست شهور. وات ايفر، انا بقول لما اجيب لعيب مثلا محمد محمود جه النادي الاهلي، محمد محمود ده كواليتي لعيب، كواليتي لعيب كويس جدا. الفتره اللي دخل فيها بدون التهيئه دي خلي بالك، وبدنيا كمان اوكي، والنواحي البدنيه بتفرق كتير جدا يعني جدا ممكن جدا. ولكن هو اللي جايين الصفقات اللي هيجيبها النادي الاهلي خلال هذه الفتره هتكون او هتستفيد زي ما حضرتك بتقول. ازاي وجهه النظر يعني؟ ان هيبقى عندك بقى معسكر هيتعمل في هولندا في 15 يوم على الاقل، ومباراتين او ثلاثه وديتين، ولما ترجع تاخد لك مباراتين ثلاثه وديتين ويومين قبل ما تسافر. يعني دخلت في الاجواء اللي حضرتك بتقولها، بحيث ان انت لما ترجع تبتدي تلعب مباراه السوبر في اخر شهر 10 او قبلها تبتدي الدوري وتلعب، تبقى خلاص دخلت. لكن ست شهور كتير. سيبك من ست شهور، بلاش ست شهور دي، خليها ثلاث شهور او شهرين. لا شهر مش هيكفي. ليه؟ لانه اللي مطلوب منه كتير، اللي فايته جوه النادي كتير مش قليل. انا بكلمك دلوقتي على نوعيه معينه، مش بكلمك على لعيب انت جايبه من منتخب مصر وقضى الظروف دي ده هيخش يلعب تاني يوم. اوكي، لا انا بكلمك على بعض اللعيبه اللي جايه من انديه، اللي جايه من انديه يعني ما فيهاش منافسات. ما فيهاش منافسات احسن، ما فيهاش منافسات، مش واخده على انه بينافس. أيوه. واخد وارد جدا تجيب لعيب من امبي او لعيب. النهارده كان في ست لعيبه، في ست انديه بيصارعوا على الهبوط اخر السيزون هنا. صح. السنه دي لو انت جبت منهم لعيب، هو كل شغله طول السنه بيصارع على الهبوط، غير كل طول السنه بينافس على البطوله. ده مختلف. صح. ده مختلف عن ده، ده حاجه وده حاجه. منتاليتي هنا مختلفه كليا وجزئيا عن هنا. اوكي، والضغوط هنا مختلفة شوية. أنا سألت حضرتك السؤال، هل هناك في السوق المحلي، أنا بشوف إن ده هيبقى أقل، مش للنادي الأهلي بس عشان ما حدش ياخد كلامي إن ما فيش صفقات، قريب هتعرفوا إيه اللي بيحصل، لكن أنا بقول إن ده هيبقى أقل ماركت يمكن أو أقل. الحقيقة السيزون ده مش مبين حاجات كتيرة خالص. يعني في مشكلة كبيرة جدا، مش مقابلة النادي الأهلي بس، مقابلة كل الأندية أو معظم الأندية. دي حاجة. الحاجة التانية اللي برضو مش اللي ممكن ما يساعدش النادي الأهلي إنه يجيب كل الصفقات اللي كان عاوزها، إن قبل كده كان النادي الأهلي بس هو اللي معاه فلوس، أو النادي الأهلي وحد تاني بس اللي معاهم فلوس يقدروا يصرفوا في الصفقات. النهاردة إحنا بنتكلم في حوالي خمس ست أندية يقدروا أو سبع أندية يقدروا ينافسك في لما تيجي تدخل في لعيب هو يدخل معاك فيه ويدخل يضايقك فيه. اوكي، فهنا العرض والطلب، نسبه الطلب زادت، ما بقتش انت لوحدك او انت وواحد تاني. كان الاهلي والزمالك، النهارده بقى فيه فيوتشر يدخل وسيراميكا يدخل وكذا حد تاني يدخل، المصري دلوقتي وبيراميدز يدخل. يعني في انديه تقدر تدخل، في انديه تقدر تدخل وتنافسك في القصه دي، زائد ان العرض اقل.
اللعيبه قلت كتير، اللعيبه قلت جدا جدا يعني. انت النهارده بتتكلم النادي الاهلي عايز جناحين، لوجهه نظري الشخصيه الجناحين اشد وامس احتياجات النادي الاهلي جناحين. تمام. فالجناحين انت النهارده لما تيجي تشوف الاجنحه الكويسه في مصر اللي لفتت النظر الموسم ده، احمد رفعت، مصطفى شلبي يعني هقعد افكر شويه عشان اجيب الثالث. صحيح، يعني هقعد افكر شويه كده عشان اجيب الراجل الثالث. صحيح. طب انت لو مصطفى شلبي ده انا من نوعيه اللعيبه اللي انا بقول عليها لو جه النادي الاهلي، لو جابوه النادي الاهلي لازم يتحط في الحضانه شويه الاول. اوكي. ليه؟ عنده كواليتي انما ما عندوش المينتاليتي بتاعت المنافسات، ولازم يخش في الـ في الـ في الـ مش هجيبه من الدار للنار على طول، لازم أوكي. يفهم الكلام ده كويس، ولازم يتمرن عليه، ولازم يتقال له، ولازم ولازم. طب كابتن احمد رفعت عنده ماشي. القصه دي واخد بالك؟ خلاص، عايز بس اسالك سؤال مهم. ده انا بقول لك دلوقتي العرض، يعني انا النادي الاهلي عايز جناحين، احنا دلوقتي اتكلمنا في 2-3 لعيبه، اثنين بس، فين اللي موجودين الباقيين؟ ده اللي انا بقوله. و2-3 دول ده لو الانديه بتاعتهم سابتهم كام واحد عايزهم؟ ده اللي انا بكلمك فيه بقى، ان الطلب على المكان ده ما بقاش الاهلي بس، ده الاهلي عاوز، والزمالك عاوز، والسيراميكا عاوز، والبيراميدز عاوز، انت وابراهيم عادل. احسن بس ابراهيم عادل. وابراهيم عادل فادي بنتكلم في 3 لعيبه 4 لعيبه. هم الثلاثة. طب هنجيب منين الباقيين؟ او مين ده هيدي لمين؟ وممكن ما يسيبلكش خالص اصلا، انا بيقول لك مش هدي لحد، انا عاوزه. انا عندي مسابقاتي. فيوتشر النهارده عنده احمد رفعت ودخل في الكونفدراليه، واسيبه ليه؟ انا عايز الكونفدراليه، عايز انافس على الكونفدراليه. فهي دي المعضله اللي موجوده في الـ في الـ في الماركت السنه دي. هي دي المعضله اللي موجوده، ودي مشكله لازم يتحط لها حل من دلوقتي، لان ده معناه ان السيزون اللي جاي هيبقى اقل كمان. ما احنا لازم نطور في القصه دي. صح يا كابتن، ولكن هو ليه اللعيبه قلت؟ يعني ما هي دي القصه. حضرتك زمان كان في فلان وفلان 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 وكتير قوي تقدر تتكلم فيهم. دلوقتي زي ما حضرتك بتقول كده، لما تيجي تبص على الماركت في مصر هتلاقي 5-6 انديه بتتسابقوا على 2 أو 3 لاعبين معروفين بالاسم. المشكله بقى نرجع هنا الكبيره، وحد يعني ده وجهه نظري، وانا ممكن الناس تزعل مني بس دي وجهه نظري. المدربين الشغل بتاعهم غير الناشئين وفي الدرجه الاولى. اوكي. يعني انت بتتكلم على السنه دي كم فرقه في الدوري الممتاز؟ 18. في منهم على الاقل 9 أو 10 فرق بتلعب زون ديفنس. مظبوط. طب ال 10 فرق ال 11 انا هقول 9 و10 ماشي. ده هم 3 فرق بس اللي بيلعبوا وبيهاجموا. فيوتشر 4 أو 5 فرق بالكتير، الباقيين كلهم بيلعبوا زون ديفنس. طب هو الزون ديفنس دوت هيبين لك الجناحات؟ لا طبعا. شو يبين لك جناحات؟ ده هيبين لك واحد سترايكر بس سريع كده وخلاص وشكرا، وهيبين لك كل الناس اللي بتدافع وتخبط فين هنا الجناحات ده يعني ايه؟ يعني الراجل عنده سرعات، عنده قدرات فنيه عاليه في انه يقدر يوصل للخط واختراقات جيده، ويقدر يعمل اسيست، ويقدر يجيب جول، فكل ده مش هيبان في الزون. طبعا. كل ده هيبان فين؟ في فرقه بتلعب زي فيوتشر مفتوح، في فرقه زي سامي بيلعب مع سموحه او بيلعب مع سيراميكا كليوباترا، في فرقه زي بتلعب بيراميدز، فرقه زي الاهلي، هنا اللي هيبان. انما غير كده مش هيبان لك. عشان كده احنا لازم نغير من التفكير بتاعنا. أوكي. ونعرف لازم نعود اللعيبه بتاعتنا انها تطلع وتهاجم وتشتغل وتروح وتيجي وتخترق ازاي. شغل مدربين طبعا، كل ده شغل مدربين. اوكي اكيد. طيب برضو خلينا في اتجاه الصفقات، لانه انا بشوف يا كابتن ان طالما ما فيش صفقات جيده يبقى مش لازم اجيب. ما اعرفش انا، دي وجهه نظر. انا اجيب امتى؟ انا الاجانب، انا عندي 2 أو 3 اجانب، يبقى اجيب الثلاثه اجانب دول ايه؟ قنبله فوره. انا معاك في دي، لكن انا بتكلم على المحليين. هو انا لازم اجيب النادي الاهلي تحديدا لازم يجيب 5 و6 و10 و20؟ وهنا طالما ما توفرليش الاثنين الاجنحه المصريين المحليين هجيبهم افارقه بقى. بالظبط كده، ادور عليهم كويس جدا في افريقيا واجيب 2 كويسين جدا، المفروض يكون العين خدت او وصلت لهم، السكاوتنج يكونوا موجودين اصلا وخلاص، السكاوترز موجودين وخلاص، وجبنا ده وجبنا ده ومحمد وعلي وحسين، نختار منهم وناخد اللي احنا عاوزينه ويكون موجود. تمام. انما انا عندي كتيم في النادي الاهلي، عندي
الكمية اللي تكفيني اقدر اعمل تيم قوي جدا 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 واكمل واشتغل بيه. انا حضرتك معايا في النقطة، يعني اصل انا كنت امبارح قلت هذا الكلام، انا قلت ان يا جماعة انا شايف ان انا، ما هو كابتن زي ما حضرتك قلت، الناس اللي لازم تيجي النادي الاهلي لازم تبقى لعيبة منتخبات. ما انا هجيب منين والدنيا مش ما هو انا اي حد هيجي يخش عايز سيرد باك، مين السيرد باك اللي هيجي يلعب على سين وصاد وعين؟ السيرد باكات بتوع النادي الاهلي لغاية اخر شهر بيلعبوا في منتخب مصر. صحيح. لغايه اخر شهر او لا او لغايه اخر استخدامات للمنتخب هما بيلعبوا في منتخب مصر. بالظبط. يعني طيب وده اللي انا بنقوله. يبقى انا هجيب مين من بره يعني اللي معاهم وساويهم؟ الونش، محمود علاء، ما هما دول منافسين اللي ليهم. صح. ودول هتجيبهم منين؟ مش هيجوا. فانت هنا في المركز ده في البوزيشن ده انا من وجهه نظري احنا عايزين واحد ويكون اشول علشان يكمل الشغل. يبقى زي ايمن اشرف او يبقى عندنا يبقى موجود. صح. مع ايمن طبعا ده ندور عليه ونشوفه ونجيبه. في واحد موجود هجيبه من الحته الفلانيه ممكن اتكلم عليه. مش بومبا، انما مع الشغل. ما هو انا هنا خش الحضانه برضو هنا. لا بالظبط كده، هنا لازم العين. بس ده ممكن تستحمل في المركز ده تحديدا، ممكن نستحمل ان هو يخش الحضانه لانه عندك وفره. عندك وفره زي ما حضرتك بتقول. ايوه. ما أي لما ما حتى لو يعني انت بتلعب مثلا واحد ناحيه الشمال فبيبقى ايمن اشرف مع معلول، وناحيه اليمين مثلا محمد عبد المنعم، ومع اي حد ناحيه اليمين اكرم هاني كريم اي حد. فناحيه الشمال لو حتى لو لا قدر الله تعب مثلا ايمن، ولا لا قدر الله انذارات، ولا لا قدر الله اصابه ولا حاجه، ممكن تجيب ياسر ابراهيم يلعب، تجيب محمد عبد المنعم تدخله، رامي، يعني تقدر. فتقدر تحط واحد من اللي حضرتك بتتكلم عليهم في الحضانه شهر واثنين كمان. ما هو ده اللي بقوله، ما هو انت اي حد هتجيبه. لكن في مراكز مش هينفع، مش هتلحق. انت عندك كل اي لعيب هتجيبه عندك اخوه في المركز بتاعك في النادي الاهلي. احنا اللي عايزينه في النادي الاهلي عايزين عشان يبقى عندنا الكميه كلها او العدد كله قريبين من قريب في المستوى مع بعض. يعني انت هتجيب حد هيبقى مش هيبقى كويس، ومع الشغل والحض اللي في الحضانه اللي هيتعمل ده يقدر يقرب مع من الراجل اللي بيلعب، ولما يخش يلعب يبقى زي واحده واحده. هو ده اللي احنا شفنا ان هو ما حصلش خلال الفتره الاخيره، ان هو موسيماني على الرغم من كميه البطولات التاريخيه اللي خدها مع النادي الاهلي، ولكن مع الكارثه كبيره جدا، ولكن عندك كان هناك فارق ما بين واحد واثنين كبير. وده اللي بكلمك فيه، موسيماني وحتى واحد ما حصلش فيه تطوير. ما انا هي دي هنا، المدرب يدرب الفرقه كويس قوي ويعمل لها تمرين كويس قوي 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 قوي، انما الكوتش يدير ماتش كويس ويطور في مستوى اللعيب. اهم مميزات الكوتش الكويس انه يطور في مستوى اللعيب اوكي بتاعه فنيا وخططيا. فهنا مهمه جدا 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 ان انت اللعيب بتاعك لما يعني مانويل جوزيه لما ساب تيم النادي الاهلي، انت لما اشتغلت مع مانويل جوزيه زي ما اشتغلت مع قبل مانويل جوزيه؟ لا طبعا طبعا. لا ايه اللي عمله معاك؟ طور، فهمك يعني ايه واجب مركز. انا عايزك تتحرك هنا، عايزك تروح هنا، اذا كنا بنخش. هو كان بيحب الباك الفول باك اللي بيلعب على الخط بس، ما بيحبش الباك يخش لجوه، فلاعبك على الخط بس. حلو. هيجي لي انا واحد تاني يقول لي خش لجوه بقى وخش يشتغل ويعمل ده تطوير. ما هو انا لما انا اشوف اسلام بياخد الخط على طول، صح، انا هعمل ايه؟ هديله حته زياده، حتتين زياده، هدخله لجوه، هدخله في نص الملعب عشان اطور من 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 ادائه الهجومي، او علشان اخليه يبقى هو مفتاح لعب تاني بديل في حاله ان ابو تريكه ممسوك، او في حاله ان في حد تاني من نص الملعب في 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 زنقه او في زون مقفول علينا، مفيش مساحات، يبقى أيوة. الاطراف اللي هتيجي تشتغل. هو ده التطوير اللي انا بتكلم فيه. أيوة. ده ما حصلش ده مع موسيماني. اوكي. ده ما حصلش مع موسيماني، بالعكس ده في لعيبه عندك من اللي هي نمره واحد بدات تعمل كده. في الفتره الاخرانيه كان لازم بدات تنزل 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 تنزل. فده كان مؤشر جدا على ان مفيش تطوير. اوكي. ده مش مؤشر على ان ما في اجهاد زي ما كان بيتقال. اوكي. لا ده كان مؤشر على ان مفيش تطوير. اوكي. مفيش تطوير، نسبته قليله جدا بالنسبه للعيبه عندنا. اوكي. وده واضح جدا. والحاجه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها برضو يا اسلام، انه اللعيبه عندنا
لعيبه النادي الاهلي اهم ما يميزها على مدار تاريخ النادي الاهلي هو شخصيه اللعيب. تمام. وده اللي بينعكس على اللعيب حتى اللي بيجي من بره النادي. وده اللي بكلمك بقى فيه الحضانه اللي بقولك عليها دي. يعني في لعيبه قعدت فتره طويله. طب انا هقول لك اتفضل. قفشه ومحمد شريف جم من بره النادي. صح. صح كده؟ واول ما اشتغلوا اشتغلوا كويس 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 كويس. صح؟ صح. واول ما حصل لهم مشكله نفسيه صغيره دروب. اوكي. مع كيروش. مش مع حد في النادي الاهلي. مع كيروش. ما خدهمش في المنتخب في فتره من الفترات واتكلم كلمتين. لا. بعد الفتره دي لقينا الاثنين نزلوا. نزلوا. طب انا ده انا ده انا انا قفشه لعيب النادي الاهلي، انا شريف راس الحربه بتاع النادي الاهلي، انا هداف الدوري، انا المفروض ان انا اهتز من اي حاجه او من اي قرار ومن اي حاجه خالص. هي دي الحضانه. ما هو دي الحضانه اللي بنتكلم فيها. اللي كان من الاول يعني تقصد. ده اللي بنتكلم فيه. لازم تبقى عندك هنا ما تتهزش لحظه. ما تتهزش لحظه من هنا. بس هل يا كابتن برضو معلش مع احترامي لكل ناس، وانا هنا مش بتكلم على شريف وعلى قفشة، هو انا كلاعب ومهما حصل من انديه اخرى ضدي او من مدير فني المنتخب او حتى من مدير فني للنادي الاهلي، وبجد مسانده جماهيريه كبيره جدا من 80 90 70 80 مليون اهلاوي بيبقوا بيساندوك، وده بيبقى واضح دلوقتي. يعني ايام حضرتك وايامنا ما كانش فيه بقى، ما كنتش تعرف الناس بتشوفها في الشارع. اوكي. لو انت قاعد في البيت مش هتشوف حاجه. لكن انت دلوقتي على السوشيال ميديا، انت لو محمد شريف ال 24 ساعه عارف الاراء كلها بتسال ايه وايه اللي بيتقال. لو انت اكس من اللاعبين وشايف ان الناس جايه عليك او المدير الفني للمنتخب جاي عليك، و الجمهور الاهلي واقف، ده جمهور الاهلي ساعتها كان واقف واقفه. اللي انت بتقوله ده مليون في الميه صح، انما انا بكلمك على شعور. يعني طبعا بيساعد، انما لازم يكون عندي انا الاول. اوكي. لازم يكون عندي انا الاول. انا الاول لعيب يعني. انا الاول كلاعب، انا الاول كلاعب لازم اربي نفسي على ده. اوكي. او اعود نفسي على ده، ولو مش موجوده اتمرن على دي. اوكي. ان انا ما فيش حاجه تهزني. اتمرن عليها ازاي؟ هنزل التمرين، هعمل دي اللي انا غلطت فيها دي، او النواقص اللي عندي ايه. عندي مشكله في الدخول من بره لجوه، عندي مشكله في ان اعمل ازاي ببوش رجلي الشمال، او عندي مشكله في الوان تاتش والتو تاتش. ما فيش حد يعرف عيوبه او ادرى بعيوبه اكتر من اللعيب نفسه. اوكي. هو اللي ده اللي انا بتكلم فيه، هيطور من نفسه، هيكلم مع نفسه، هيشرح لنفسه ايه المشكله، ويكلم نفسه بصوت عالي، ما يفرقش معايا لا ده ولا ده. يخش يعملها تاني في التمرين. مليون حتى مره. حتى لو لوحده. مليون مره. اوكي. هو بيتكلم، هو قصده ايه؟ ان انا لا ده انا بعملها واعملها واعملها. ما فيش مشكله. فده قصدي اللي لازم، دي هتيجي برضو من الحضانه، ان انت ما تقلش، ما فيش حاجه تقل منك او في ثقتك في نفسك خالص. طيب هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل برضو هنرجع نكمل كلامنا فيما يخص النادي الاهلي وكره القدم المصريه مع النجم الكبير كابتن مجدي طول. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن مجدي، حضرتك يعني كنت لاعب، وكان هناك مديرين فنيين اوروبيين كتير سواء هنا في مصر او حتى في قصه احترافك. يعني المدرسه الاوروبيه الاقرب للنادي الاهلي دايما بتبقى ايه من وجهه نظرك؟ وهل الكلام ده صحيح؟ هل في حاجه اسمها مدرسه اقرب؟ ما كنت لسه هقول لك اهو. ما فيش حاجه اسمها كده. ايوه. انا مش مقتنع بحاجه اسمها كده خالص. بدليل من انجح المدربين اللي دخلوا النادي الاهلي وعملوا طفره في الكوره في مصر، هيدوكوتي مجري. اوكي. ومانو جوزيه برتغالي نجح نجاح كبير جدا مع النادي الاهلي. دي مدرسه ودي مدرسه ثانيه. اوكي. ديدريك فايسا مدرسه ثالثه. ثالثه. والالمان نجحوا في مع النادي الاهلي بشكل كبير جدا، لانهم جم اكتر، يمكن اكتر جنسيه دخلت النادي الاهلي كانوا الالمان. راينر هولمان وراينر تسوبل وديدريك فايسا، ثلاثه المان. البرتغاليين اثنين، جوزيه وسواريش، بس ما لهمش دعوه. المهم عندي الاستراتيجيه بتاعت الراجل. اوكي. تفكيره. بس هل برضو ماشي، بس هل برضو يا كابتن ان انا دلوقتي جايب مدير فني للمنتخب هو روي فيتوريا برتغالي ويعني
ميكالي برازيلي ولكن نفس المدرسه تقريبا برتغالي. يعني اقصد نفس يعني نفس نفس الدماغ استراتيجيه اللعب. دي في امريكا الجنوبيه ولكن البرتغال بيسموهم برازيل اوروبا بالظبط كده. فبالتالي انت عندك مثلا المدير الفني للزمالك برتغالي، المدير الفني اللي كان للنادي الاهلي برتغالي، المدير الفني لفاركو برتغالي، لام بي نعتبره برتغالي. فبالتالي هو معاك جنسيه البرتغاليه طبعا فيرا انت عارف حضرتك، لكن هل ده توجه معين؟ مش عارف. لا هو مش توجه معين، هو قدرا حصل انه مانو جوزيز نجح في النادي الاهلي فبدات المدرسه تتجه او بدات الانديه تتجه للبرتغاليين، زي ما بيحصل في السعوديه ان مدرب تونسي بينجح فيبداوا يجيبوا 10 مدربين توانسه مثلا يعني. نفس القصه هنا، نجح مانويل جوزيه فبدات الناس تفكر في البرتغاليين فنادي الزمالك راح جايب فيريرا المره الاولانيه. اوكي. فيريرا نجح في المره الاولانيه وجابوا تاني فبدا نجيب تاني. اوكي. المدرسه البرتغاليه نجحت مع الاهلي ومع الزمالك، الظروف اللي حكمت، ما خلي بالك روي فيتوريا مش هو اللي كان مرشح الاساسي للمنتخب. لا خالص. فهي هو القدر جابه، فلما القدر جابه كانت صدفه ان الاهلي والزمالك عندهم اثنين برتغاليين في الوقت ده. فهي القصه مش ما بتتقاسش كده يعني. هو ممكن يحصل تفاهم ما بين المدربين مع المنتخب، مع مدرب المنتخب، عشان الثلاثه بيتكلموا لغه واحده او الثلاثه من بلد واحده، ممكن يتكلم معاهم مع بعض. انما حسن شحاته خد 3 مرات كاس الامم وهو مصري، ومانو جوزيه كان برتغالي، وكان في نادي الزمالك عدى 3 مدربين أو 4 مدربين من جنسيات مختلفة. اوكي. مش هو ده اللي هيحدد الأساس، إنما زي ما بقول لك إزاي طريقة التفكير بتاعة المدرب تناسبني أنا كنادي وتناسب طريقتي وأسلوبي في اللعب. يعني أنا النادي الأهلي بيحب يلعب كويس ويكسب كويس ويكسب البطولات. مين المدرب اللي تتوفر فيه المواصفات دي؟ واحد بيعرف يكسب مباريات ويكسب بطولات انما بيلعبش كويس. فدي برضو بتعمل نوع من زي ما احنا شفنا موسيماني بيكسب بطولات صحيح وبيكسب مباريات، انما الجمهور كتير جدا منه مش مبسوط. ليه؟ لان الشخصيه بتاعت النادي الاهلي اللي هي تفرض نفسها بره جوه، شفت مانو جوزيه كان بيعمل معاكم ازاي؟ يقول لك وانت بتلعب هناك انا ماليش دعوه، انا هعمل. هو ده النادي الاهلي لازم يبقى افرض اسلوبي والباقي يشتغل عليا رد فعل. ما بقاش انا رد فعل في كل ماتش. فايلر عمل كده. فايلر عمل كده. هو ده، هي دي سمه الانديه الكبيره يا اسلام. اوكي. النادي الكبير انا نمره واحد في افريقيا. اوكي. انا واخد 10 مرات في افريقيا، يبقى اروح اعمل رد فعل على الوداد او على الترجي او على، لا انا هو اجبره ان هو يبقى رد الفعل. اوكي. فلازم المدرب اللي يجي بقى، يجي من البرتغال، يجي من المانيا، يجي من البرازيل، يجي من اي حته، من سويسرا، من النمسا، من اي حته، بس تكون عنده طريقه التفكير دي. يبقى عارف ان النادي الاهلي هو ده اسلوبه. لازم يبقى فاهم الكلام ده كويس، وده بيجي بناء على الميتنجز اللي بتحصل ما بينه وبين المسؤولين معاه في التعاقد، وهم بيتكلموا معاه. فانا ما عنديش مشكله في جنسيه المدرب. اوكي. انما انا عندي المشكله انه طريقة تفكيره، وهيبان ده في السي في بتاعه طبعا. الماتشات اللي في الفرق اللي طبعا الفرق اللي لعبها لازم يكون واحد شاف كل حاجه. طيب كابتن مجدي، انا بشوف ان من افضل الصفقات اللي عملها النادي الاهلي هي اراحه 7 أو 8 لاعبين افشل على القرارات طبعا على محمد الشناوي، على بقيه اللاعبين يعني، هم 7 8 وعمرو السوليه وحمدي فتحي واليو. قرار ممتاز. اوكي. قرار ممتاز. شايف ان هو هيفرق طبعا. طبعا. 3 أسابيع دول اللعيبه اتحرقت، بمعنى كلمه اتحرقت. أوكي. بالمعنى اللفظي الكلمه اتحرقت. اللعيب بينزل، اصل انت لعبت كوره واحنا لعبنا كوره وكلهم هنا. هنا لو تعبان خلاص هنا مش عارف افكر، والعكس برضه هنا لو تعبان وحاسس بالوجع والتعب هنا مش عارف يفكر، لان التفكير هيبقى في ازاي استريح، انا مش قادر. عشان كده بتتصاب. عشان كده بيحصل لك الاصابه. ليه؟ لان المخ بيدي اشارات غلط، عايزك تباصي بس انت بيحصل لك مشكله، فانت بتدوس زياده بيحصل لك مشكله. اوكي. فلازم اللعيب يستريح.
لازم. امال هم ده في اوروبا بيرتاحوا مرتين، بيعملوا فترتين راحه في السيزون، اثناء السيزون مش مره واحده، في ما بين الراوند والتاني في فتره راحه 15 يوم او 3 اسابيع اللي هي فترات الكريسماس في الشتاء دي اللي بيسموها اجازه التلج مجازا. انما هي حتى هم واحنا بناخد واحنا بندرس بره في المانيا، وانا بدرس في المانيا، بيديك البروجرام بتاعك على انك عندك فترتين راح راح اوكي، فتره ما بين الراوند الاولاني والثاني، فتره بعد وفتره ما بين السيزون والسيزون اللي بعده اوكي. فالبرنامج بتاعك بتحطه كله بناء على فترات الراحه دي. اذا ليه؟ لانه لعيب الكوره بعد منافسه 3 شهور وشهرين وشهر ونص شهرين فتره اعداد، يعني بعد 5 شهور بيوصل للبيك بتاعه خلاص انتهى. لازم يحصل له فتره راحه عشان يبدا يستريح ويبدا يرجع من الاول تاني، من تحت لفوق تاني، من اول وجديد. لانه بعد ما يوصل للبيك بتاعه غصب عنك هينزل غصب عنه هينزل طبعا. فهنا فترات الراحه مهمه جدا. عشان كده من اهم القرارات اللي اتخذت راحه اللعيبه دي كلها اوكي، وده كان مهم جدا جدا بغض النظر انها فرقت في مع التيم ولا ما فرقتش، مش هو ده الاساس. انا خدت قرار بناء على المهم كمان ان انا قريت كويس. ايوه، ما هو قادم مستقبل. انا قريت كويس، انا البطوله خلاص مش بتاعتي اوكي، ايه الظروف اللي بتقول كده، 1 2 3 4 المعطيات اللي اتحطت قدامي ان البطوله دي مش بتاعتي، خلاص استفيد من المشاكل اللي موجوده دي، اطلع منها ايجابيات اللي بيها استعد للسيزون الجاي، وابقى خلاص حطيت ده على جنب ونبدا نبدا نستعد للسيزون الجاي من دلوقتي، الفتره اللي هي خدوا فيها الراحه. طيب خلينا نروح بقى لقائمه النادي الاهلي. قائمه النادي الاهلي دلوقتي فيها 3 اجانب، ومن حقك يبقوا 5 يعني فاضل لك 2، دي اول حاجه. تاني حاجه ان في 3 اجانب ممكن تجيبهم تحت السن كمان، ايه راي حضرتك في هذا القرار؟ هو كنادي اهلي انا مستفيد جدا، انا يعني انا هستفاد من ده كويس جدا. ليه؟ لاني البطولات اللي انا بدخلها كتيره، وعدد المباريات اللي عندي هتبقى كتيره. ايوه، فالروتيشن اللي عندي لو انا جبت ال6 لعيبه لو جبت ال6 لعيبه او ال5 لعيبه الافارقه بتوعي على مستوى متميز، هيساعدوني كتير جدا جدا في اثناء السيزون في الـ في الـ في الـ في المباريات، في الروتيشن بتاعي اللي انا هشتغل بيه. لانه انا بعمل في السنه حوالي 50-55 ماتش، فال 50-55 ماتش ما يقدرش لعيب واحد يقدر يشتغل بيهم مدار السنه كلها، فلازم يحصل فترات راحه وفترات شغل، دي مهمه جدا. السكواد بتاعي نفسه كمان بقى بتاع لعيبه النادي الاهلي لازم يبقى زي ما قلت لك يا اسلام، لازم يكون قريبين من بعض، ما يبقاش علي معلول لما يقع تبقى عندنا مشكله اوكي، لما يبقى اكرم توفيق وقع يبقى عندنا مشكله. نعم، لا لازم يبقى كل ده يتحط في الحسبان، لازم لو حد وقع التاني يبقى قريب منه، يبقى قريب منه قوي. هو ده كان اهم ما يميز النادي الاهلي. ما هو ده، ما هو النادي الاهلي ما خدش بطولات غير كده، غير عشان كده يعني ما خدش بطولات وما دخلش مباريات يعني وموجود مش موجود. انت لعبت الماتش بتاع كاس العالم للانديه بالشباب، وجزء كبير بجزء كبير جدا من كان 8 على ما اتذكر او 9 مش تقريبا، اكتر كمان تقريبا. هو ماتش واحد انما باين ان في بعض العلامات اللي تقدر تشتغل بيها. في نفس الوقت انا عاوز اني انا اهتم جدا 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 بالناس اللي تحت، التيم الاولاني على طول ناشئين يعني لازم اوكي. الموضوع مش موضوع اعارات وادي اعارات وبس، لا، ما هو انا اللعيب اللي انا هديه اعاره مش هستفاد منه غير لما يبقى يرجع. ايه بس ما هو ده حصل، ما انا فاهم، انما حصل في 3-4-5 انما في وقت من الاوقات وارد جدا ان انت في الوقت ده ما يحصلش. صح، ما يحصلش. صح صح، انا عايز اللعيب اللي عندي في النادي اللي انا هشتغل بيه يبقى افضل من كده، يبقى افضل من كده. يعني زمان كان في مثلا ايام الجيل بتاع 2004-2005 مثلا كان في حسام عاشور وعماد متعب وكذا، 4-5 وحسام غالي بعد كتير كده كتير
ما هو ده اللي ما كانتش في الاعارات في الوقت دوت كتير بتطلع من النادي وواقف عشان كده استعملتهم. بس انت مع حضرتك الاعارات احسن ولا؟ طيب قبل بس ما نكمل الجمله دي لانها مهمه جدا، هطلع فاصل وبعد الفاصل هرجع اسال كابتن مجدي طلبه، يعني هل الاعارات افضل ولا ان انت تبقى في النادي؟ طبعا تلعب مباريات وكل حاجه، ولكن الاعارات يا كابتن انت بتلعب برضو مع فريق اول او على مستوى الفريق الاول. هطلع فاصل وبعد فاصل نرجع نكمل هذه الجمله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. كابتن مجدي كنا بنتناقش في هذا الامر، هل ان انا العب على مستوى فريق اول حتى لو اعاره من النادي الاهلي وفي الاخر انا العب سنه مع فريق برضو بيلعب في الدوري الممتاز، ولا العب مع الناشئين يكون افضل؟ هنا التوازن مطلوب. اوكي. التوازن مطلوب جدا جدا. انا هبعت الاعارات وهطلع اعارات لان في الاخر بتعود على النادي الاهلي من الناحيه الماديه كمان، مش طبعا بس من ناحيه كل النواحي. انا كراجل كنادي محترف المفروض ان انا زي ما بصرف زي ما لازم يكون عندي وارد، ده ما عندناش فيه جدال، انما لازم يبقى في عمليه توازن. اللي هي ايه؟ انا عندي مشكله في البوزيشن بتاع السيردي باكات، يبقى مش هطلع سيردي باك اعاره مثلا. اوكي اوكي، ده مهم جدا. المكان اللي انا عندي فيه ديفو او عندي فيه مشكله في اللي فوق، طبعا احيانا بتحصل ظروف ما احناش مش في الحسبان، ان مثلا البوزيشن بيبقى فيه ثلاثه وفره يحصل لهم حاجه والثلاثه بيتعوروا مثلا، لا قدر الله. لقد ما حصلت طبعا، لا كتير حصلت كتير. فدي ما بنتكلمش فيها، انا بتكلم في التوازن الظروف العاديه. بالظبط، في الظروف العاديه لازم يبقى فيه توازن اثناء تخريج اللعيبه للاعارات. اوكي، اشوف البوزيشنز اللي انا محتاجها عندي فيها قصور في الفريق الاول، لا دي ما تخرجش اعارات خالص، لازم دي تبقى موجوده، ولازم تبقى موجوده باستمراريه وليها نوع من انواع التمرينات التدريبات الخاصه عشان يقرب مستواه من الناس اللي بتلعب موجوده. ده مهم جدا، ده مهم جدا 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 جدا. ده هتبقى مسؤوليه مين؟ مسؤوليه قطاع الناشئين بالاتفاق مع قطاع الدرجه الاولى. أوكي. ان لازم عندنا عندك مشكله في يا خالد عايزين تحضير للباك رايت بتاعنا الفتره اللي جايه دي كلها. عايزين البوزيشن ده، ركزوا عليه فيه شويه. المتطلبات بتاعتنا اللي احنا عاوزينها تبقى 1 2 3 4. اوكي فهمتك، هديها لك هتشتغل بيها. أوكي. وبعد ما اشتغل بيها ويتطور تعالى اطلع معايا ونشتغل وهكذا. لازم يبقى التواصل ده موجود، وتبقى من هنا هيبقى عندك عينك على طول موجوده في على الناس اللي موجوده تحت، وفي نفس الوقت من الوقت للتاني طلعه. ما فيش ما يمنع خالص انك تلعبه ماتش كاس، يعني ما تسيبش الدنيا لغايه لما يحصل حاجه. اما يحصل حاجه زي ما ما تسيبش الدنيا لغايه لما يحصل حاجه، لا انت تطلعه في ماتشات انت بتبقى بتلعب الكاس، هتلاعب فرقه في الدرجه الثانيه في الكاس، ما فيش ما يمنع خالص ان انا عندي سيردي باك واعد اشوف اطلعه ولاعبه، مفيش مشكله خالص يعني. بس هو ده حصل مع موسيماني مثلا في كاس الرابطه. ما كاس الرابطه دي كانت حاجه ثانيه، هو كاس الرابطه هو خدها على اساس يعني ثلاث اربع ماتشات ومنهم الاسماعيلي، هو خدها على اساس انه يريح اللعيبه اللي كانت بتلعب. صح، وفي نفس الوقت انا لما اجي الاعب 7 لعيبه مره واحده او 8 لعيبه 9 لعيبه مره واحده، دفع كيفيه الدفع بالنشيد بالظبط، هيستفاد من مين؟ مين اللي هيستفاد من مين؟ أوكي. ما احنا بنلعب مع بعض تحت. صحيح، ما احنا بنلعب مع بعض تحت خلاص. انت لازم طريقه الدفع اللاعبين ازاي دي مهمه جدا. مهمه صح، مهمه جدا. ما انا دلوقتي لما محمد اشرف يغلط مين اللي هيصلح له؟ شرقيه؟ ما ينفعش. انما اللي هيصلح له رامي ربيعه، اللي هيصلح له ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، حد من اللي حواليه، من الناس اللي حواليه الكبار اللي فاهموه، اللي يبقى عندهم اكتر خبره. فهنا مهم كيفيه الدفع باللعيب الصغير وتوقيته، مهم جدا. مهم جدا. طيب خلينا نروح لمنتخب مصر، وانا عايز اخدك قبل منتخب مصر، عايز اخدك في كلاتنبرج تجربه مهمه. اليونان حضرتك عشت فيها بقى يعني. قعد هو سنتين في اليونان قبل ما يجي هنا، هل ده مؤشر بالنسبه لك؟ لان انت انا لو جيت اسال على اليونان يبقى لازم اسال كابتن مجدي. الفتره اللي حضرتك طبعا مختلفه، ودي فتره ودي فتره، ولكن في النهايه انت متابع، انا عارف لغايه دلوقتي كل حاجه ما يحدث هناك. ايه رايك في التجربه؟ كلاتنبرج نفسه. بص، اليونانيين لو مش ناجح مش هيقعد شهر. لا والله. طبعا.
لو مش ناجح وهم مقتنعين ان هو ما يقعدش شهر ما يقعدش شهر شهرين الميديا هتمسكه برضه هناك كده لا ده اكتر من كده اكتر من هنا اكتر من هنا بكتير جدا احنا هنا ملائكه احنا هنا الجمهور والميديا وده ملائكه لا 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 والله ملائكه هناك في اليونان هناك عندنا في اليونان لا الدنيا بتبقى طبعا صعبه لو انت حبوك خلاص خلصت لو عملت ايه هيطلعوا لك الاعذار ما حبوكش هنا الحب والكره مش انت مش عشان انت وسيم ولا عشان ليك مصلحه يعني او حلو يعني حبوك او مش ما حبوكش من انتاجك اللي انت شايفه على كلاتنبرج ايه يا كابتن لا انا شايف التجربه هايله هناك انا بكلمك هنا اللي انا شايفه هنا لا هناك كمان يعني انت شفته السنتين اللي فاتوا ازاي بقول لك السنتين طالما قاعد انت بالنسبه لك هو نجح طالما قاعد نجح بامتياز طالما قاعد لغايه دلوقتي ناجح وبامتياز اوكي اي حد بقى تاني هيقول لك اصله مصري يبقى عنده حاجه تانية في دماغه هو بتاعته ماليش دعوه بيها حاجة انا شخصية بكلمك يعني. انا بكلمك طالما قاعد سنتين يبقى اكيد ناجح وبامتياز اللي انا شفته هنا انه ناجح وبامتياز لان انا شفت طبعا هو عمل طبعا ده بقى باين من اول من تاني اسبوع بان ايوه ليه الريتم بتاع المباريات اختلف صح يعني انا النهارده لما اجي اتفرج على المقصه وايسترن كامباني بشوف ريتم اسرع بكتير بيسيب الكره تمشي طبعا مش الاول اللمسه بفاول وبعدين هي اللمسه دي هنا فاول وهنا لا مش فاول اوكي دلوقتي لا بقى كله شبه بعض الحكام بقوا قريبين جدا من بعض يا كابتن الحكام بقوا قريبين من بعض في اتخاذ القرارات ما بقتش تشوف واحد هنا كتف واحد في حسب فاول وحكم تاني واحد كتف واحد ما حسبهاش فاول سابها لا خلاص المكاتفه ما فيش فاول ماشي الكوره الريتم مشي اتسرع الريتم بتاعها واهم حاجه في الكوره الجديده هو الريتم بتاعها وعشان لان انا بعد كده ككوتش هدرب لعيبتي على الريتم الجديد ده ايوه وانا لازم اتواكب مع اللي بيحصل ده معناه ايه ان انا وانا بعمل الـ 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 الهجوم بتاعي وانا بعمل التحرك بتاعي ما في لحظه لازم هيبقى في كاونتر اتاك او بقى لازم في تحول من الدفاع للهجوم او من الهجوم للدفاع اوكي كل ده هيتاثر بيا وانا هتاثر بيه فده كل ده هيعلي من لان انا كنت عندي كان عندي راي ومن زمان بقوله ان من اسباب من اهم اسباب بطء الكره المصريه التحكيم كان من اهم اسباب بطء الكره المصريه بطء الايقاع في الكره المصريه تحكيم. كان التحكيم ليه التحكيم المصري هنا لمسه فاول فكل حاجه اقل 10 ثواني ال 10 دقائق فيهم 30 صفاره اوكي طب وبعدين يعني انا مخرج لي الحكم عامل لي في الماتش 60 صفاره اوكي ولا 70 صفاره ده معناه ايه يعني في 70 وقت وقفت فيه الكوره 70 مره او 60 مره كرة وقفت فيه الكوره غير لما يبقى 10 صفارات ولا 15 صفاره ولا 20 صفاره ده فرق كبير جدا لما تنزل 3 اضعاف ده معناه ان نسبه الجري هتبقى اكتر نسبه التركيز بتاعتها هتبقى اكتر الدخول جوه الفورمه بتاعت الماتش جوه نفسها ما بتتكسرش انت عارف انت وانت بتلعب وانت فايق كويس قوي التيم اللي قدامك عشان يوقفك بيعمل ايه بيعمل فاول ايوه مش كده ولا ايه صح هنا بقى الحكم شايف ان الفاول ده ما يقفش الكره دي ما تقفش استمر 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 يبقى انت كده بتساعد التيم اللي بيهاجم انه يتنمو يحافظ على الريتم بتاعه ما بتساعدش اللي هو عايز يفسد جو المباراه في انه يفسدها ايوه انه يكسر ريتم المباراه ما انت بتساعده لما يجي يعمل تيك فاول صفر له فاول فاذا هنا ده اللي انا شفته في الفتره دي من كلاتنبرج الحاجه الثانيه شايف الحكام هادين مفيش العنطزه اللي كانت موجوده ما خلينا صراحه كان في عنطزه كده انت عارف ماسك الصفاره رئيس جمهوريه الصفاره اول ما يمسك الصفاره حاسس انه معاه في ايده حاجه ثلاث نقط تيجي تكلم والحركات اللي هي بتتعمل دي كلها قلت جدا مش هقول قال ما احنا ده اصل دي حاجه غريبه يا كابتن يعني كلهم اصدقاء وكلهم لعيب الكوره لعيب الكوره وهو بيلعب الحكم ما عندوش المنافسه صحيح
انما لعيب الكوره عنده المنافسه. استنى، في واحد عادله بره. اللعيب الكوره عنده المنافسه مع اللعيب بتاعه، زميله اللي في مكانه، مع الاوبوننت بتاعه، الخصم بتاعه خصم. اللي بيشتغل عايز ياخد 3 بونت، صح، عايز يكسب الحكم مستوى كويس عشان عنده حاجات كتيره جدا وعنده ضغوطات كتيره جدا، انت كحكم ما عندكش. فهو لما يجي هو حط عليك ضغط، ما انت لما تيجي تعمل له كده، هو مش ناقصك انت كمان يعني، انت جاي علشان. وبعدين هو جمهور بيجي ليه؟ بيجي يتفرج على الحكم؟ لا، ما بيجيش يتفرج على الحكم، اللعيبه. هو بيجي يتفرج على اللعيبه والحكم بيدير وينظم دايما. كانت تتقال يا كابتن لغايه دلوقتي حتى بتتقال، يقول لك ان الحكم اللي ما تحسش بيه في الملعب تبقى تعرف ان هو حكم ممتاز وناجح. ودي حقيقه. هو الحكم بيعمل ايه؟ الحكم اورجنايزر، الناس جايه تتفرج، والناس في التلفزيون والناس في المدرجات جايين يتفرجوا على لعيبه الكوره، الكوره والجمهور كله جاي يتفرج على لعيبه الكوره. فاذا خليك اداه تعين اللعيبه انها تخرج احسن ما عندها، ما تبقاش اسمها ايه، عقبه. اوكي، ما تبقاش عقبه من ضمن العقبات اللي بتضايق اللعيب. لا، خليك مساند دايما للعيب بحاله ايجابيه. فاول خلاص جه قال لك، ده مش معناه انك تتهاون مع تجاوز، ده ما بقولش كده خالص. في تجاوز انت عندك القانون انك تعمل كل اللي انت عاوزه طبعا، برضه بالهدوء وبالراحه وبدون عنطزه وبدون يعني الحاجات. حضرتك مع تجربه مارك كلاسيك؟ طبعا 100% 200%. عموما يا كابتن مجدي، نتمنى ان التجربه دي تنجح، لانه انا شايف ان ابتدت كده ايه من بعيد. لا، وهتلسه هتلاقي ده انت ضرب ده انت فاهم طبعا، هتلاقي كتير جدا. بص، في الراجل من كابتن دلوقتي كابتن صالح سليم الله يرحمه، كان في تجديد خلص السيزون وبنجدد بقى. انت عارف في السيستم في النادي انه الجهاز كله بيقدم استقالته بالظبط. فالناس بداوا يكلموا معاه، اعضاء مجلس الاداره بيكلموا كابتن صالح، الناس بتشتكي من الكابتن ثابت، بيقولوا كابتن ثابت وكابتن ثابت الكابتن ثابت الله يرحمه. الله يرحمه. قال لهم مين اللي بيقولوا؟ قالوا له بعض اللعيبه والميديا وبتاع. قالوا لهم بعض اللعيبه، ومين اللعيبه الكبار ومش عارف ايه وحصل. يبقى شغال كويس، يتجدد له. الله يرحمه، كان الله يرحمه. فطالما في اعتراض كده على اللي هو بيعمله كتير، يبقى هو شغال كويس. اوكي. لان النفس عايزه دايما الرحرحه، مش عايزه واحد يقول لك اعمل اللي هيجي يقول لك اعمل ولازم تلتزم، ولا هتشتكي منه كل شويه. لكن اشتغل كويس، اللي بيشتغل دايما هتلاقي عليه كلام كتير ولا ومش لا. ليه؟ لانه عايز الحكم يزيد في اللياقه البدنيه بتاعته طبعا، عايزه يبقى منتبه 24 قرات. لما الحكم يعمل كل ده هيتشاف كويس، اللي ما كانش بيعمله التاني المسؤول اللي ما كانش بيعمل الكلام ده هيقول لك، وشايف الناس دي بتعمل الكلام ده كله هيقول ايه؟ هيقول ده ما عندوش، ده عمل ده سوا، عشان هو معروفه عن الحاجات دي. كابتن مجدي شرفتني ونورتني، والحقيقه بستمتع جدا وحضرتك معايا، وبستمتع بكلامك وبطريقتك. انا بشكرك جدا يا كابتن. ربنا يخليك، انا شاكر ليك جدا ولجمهورك وجمهور النادي الاهلي كله. شكرا جزيلا النجم الكبير كابتن مجدي طلبة. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. وبما ان الكابتن مجدي طلبة بيتكلم عن كابتن صالح سليم، انتظروا مفاجاه قناه النادي الاهلي ان شاء الله قريبا جدا عن كابتن صالح سليم. عاملين حاجه كده ان شاء الله تعجب حضراتكم، تعبوا فيها القسم الوثائقي جدا داخل النادي الاهلي، وان شاء الله ان شاء الله داخل قناه الاهلي ان شاء الله تبقى حاجه جيده وتليق، وحتى لو بجزء صغير جدا من اسطوره راحله، الاسطوره كابتن صالح سليم. زي ما قلت لحضراتكم في بدايه كلامي، اقترب موعد الاعلان عن المدير الفني للنادي الاهلي، ده زي ما قلت لحضراتكم يعني في اوقات قريبه جدا جدا بعد البرنامج. هتشوفوا ايه اللي بيحصل ان شاء الله. وزي ما قلت لحضراتكم، دائما يظل النادي الاهلي فوق جميع ابنائه، ده الكلمه اللي دايما بيقولها كل جمهور النادي الاهلي وكل المسؤولين في النادي الاهلي. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله التقي مع حضراتكم بكره وحلقه جديده من البيت الكبير.